السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة تانية الترم التاني؟ ان شاء الله محاضرة النهاردة عن السيوتكس 2 هنتكلم فيها بإذن الرحمن على الطيب بتاعة السيرفكت. احنا خدنا المرة اللي فاتت في الكريم ازاي بنحضره وازاي بنعمله وايه الفانكشن بتاعته وان هو عبارة عن فيسكس، وعرفنا ازاي بنحط المواد بتاعته والكومبوننت بتاعته والحوارات دي. النهارده باذن الرحمن قلنا كان من ضمن الحاجات اللي انا عشان احضر الكريم لازم يكون عندي امنسفاير ايجنت عشان انا بعمله في هيئه ايموشن. طيب التايب بقى بتاعه الامنسفاينج ايجنت هي ايه؟ اول حاجه عندي السيرفكتنت، يبقى اول تايب عندي من الامنسفاينج ايجنت هي السيرفكتنت. يعني ايه السيرفكتنت؟ السيرفكتنت دي كنت خدتها قبل كده في الفيزيكال فارماسي، كانت بتبقى عباره عن سبستانس هاف هيدروفيليك بارت او هيدروفيليك هيد وهيدروفوبيك تيل، يبقى عندها راس وعندها رجل والاثنين كانك انت جبت نزكت حاجه بتحب الميه مع حاجه ما بتحبش الميه، وده الاستراكشر بتاعها هيدروفيليك هيد هيدروفيليك هيدروفوليك هيدروفوبيك تيل. ماشي، ده ما بيحبش الميه وده بيحب الايه؟ الميه. وده خدتها قبل كده في الفيزيكال فارماسي والسيرفكتنت وهكذا. بيقول لك الريشيو بتوين ذا الهيدروفيليك الجزء اللي بيحب الميه والجزء اللي بيحب الدهون از اكسبريست از اتش ال بي، واحنا عرفنا يعني ايه اتش ال بي وعرفنا ازاي بيعمل لها كالكوليشن والحوارات ديت. النسبه ما بين الحته اللي بتحب الميه على الحته ما بتحبش الميه بنعبرها باسمها الاتش ال بي اللي هو هيدروفيليك لايبوفيليك بالانس. ماشي، السيرفكتنت ار كلاسيفيكيشنز اكوردنج تو ذا تشارج كارينج اون ذا الهيدروفيليك هيد انتو ايه؟ قال لي والله الهيد ديت اللي هي بتحب الميه ممكن تكون ليها شايله تشارج، فلما هاجي اقسمها هقسمها اكوردنج تو ذيس. يبقى لما اجي اعمل كلاسيفيكيشن للسيرفكتنت اكوردنج تو ايه؟ ذا تشارج كارينج باي هيدروفيليك بوت. اول حاجه هنلاقي اناين، اناين او انايونيك عليها نيجاتيف تشارج، كاتايونيك عليها بوزيتيف تشارج، امفوتيريك عندها الاثنين بوزيتيف ونيجاتيف، النونايونيك بتبقى ما عندهاش اي تشارج خالص. الفرق كله يبقى ليه علاقه في الهيدروفيليك. يبقى different type of surfactant according to what؟ according to the charging carrying by الهيدروفيليك هيد. عندك حاجه نيجاتيف حاجه بوزيتيف and so on. فاكر لحد دلوقتي الكلام سهل. اول حاجه هنتكلم عليها بالصوره عن النبي عليه السلام هي الانايونيك. انايونيك يعني كاي شايله نيجاتيف تشارج، زي ار كارينج نيجاتيف تشارج اون زير هيدروفيليك هيد. عندي بتعمل لك ايه؟ طب هي نيجاتيف تشارج يبقى معنى كده انها بتحب تعمل ايه؟ هيدروجين بوند وحوارات مع الووتر، معنى كده انها بتحب الاويل اون ووتر ايموشن. يبقى هي بتعمل لك ووتر اويل اون ووتر ايموشن، ما بتحبش الاويل قوي، يبقى الانايونيك بتحب الاويل اون ووتر ايموشنز. طب ايه الاكزامبل؟ للاسف الاكزامبل حفظ صوديوم اوليت، صوديوم سيتريت، صوديوم لاري سلفيت، بوتاسيوم اوليت، بوتاسيوم سيتريت، بوتاسيوم صودي كالسيوم اوليت، تراي ايثانول اماين ستيريت، تراي ايثانول اماين لاري سلفيت. طيب للاسف دي هي حفظ. طب احنا نضحك على الدكتور او نضحك ازاي على اللي هيمتحننا؟ بص بقى صلى على النبي عليه الصلاه، نضحك عليه ازاي؟ نشيل احنا قايلين ان الانايونيك عليها نيجاتيف تشارج، نحفظ كلمه اوليت دي عباره عن نيجاتيف تشارج وستريت نيجاتيف تشارج ولاري سلفيت او الاس ال اللي هي ال اس لاري سلفيت دي عباره عن نيجاتيف تشارج، يبقى اوليت سلفيت سوري اوليت ستريت ايه لاري سلفيت، اوليت ستريت لاري سلفيت، اوليت ستريت لاري سلفيت. ثلاث حاجات دول بيبقى عليهم نيجاتيف تشارج. كده احنا ضحكنا على الدكتور اهي. يبقى انت عندك هنا ستريت لاري سلفيت، ما ايه ما تقعدش توجع دماغك تقعد تقول صوديوم بوتاسيوم والحوارات دي. بعد كده بقى انت عندك صوديوم اللي هي الحاجات اللي بتبقى بوزيتيف تشارج، صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم، بس كده ان شاء الله باذن الله تبقى سهله. والترايت طبعا ايثانول اماين، ايثانول ايه اماين. طيب الكاتايونيك كده احنا خلصنا الانايونيك. الكاتايونيك هو عباره عن ايه؟ اخبارها بيقول لك زي كاري بوزيتيف تشارج، عندها بوزيتيف تشارج ماشي اون زير ايه؟ اتفقنا خلاص انها بتكون عندها بوزيتيف تشارج على الهيدروفيليك هيد. ماشي جميل، ده كاتايونيك. عندي بقى بتعمل ايه؟ برضه اويل اون ووتر ايموشن. ليه؟ عشان هي عليها تشارج، يبقى بما عليها تشارج تحب تتفاعل مع الميه تعمل لك رياكشن وحوارات كده تعمل لك بوندنج وتكون استابلايزد اكتر في اويل اون ووتر ايموشنز. عندي زي مين الاكزامبل الوحيد اللي عندي يريح دماغه؟ هو السيترومايد. السيترومايد دوت برضه مستخدم از بريزرفيتيف، والسيترومايد دوت احنا اتكلمنا عليه قبل كده في السيتكس 1 ان هو ليه كاثوريتك افكت وان هو ما ينفعش يستخدم اورال ولازم يستخدم بس لو هنستخدمه توبيكال في الكريم، ما ينفعش استخدمه اورال لان هو مضر جدا جدا وفيري توكسيك. يبقى بالظبط انا بقى في سلامه. الكاتايونيك بتبقى عليها بوزيتيف تشارج، بتبقى بتعمل لي اويل
اويل ان ووتر ايمولشن، وزي السيترامايد، وممكن نستخدمه از بريزرفيتيف. طبعا بريزرفيتيف في الحاجات التوبيكال مش الحاجات اللي بتستخدم اورال، لان هو اصلا توكسيك. بعد كده الانفرتوريك سيرفيكاتنت، زي هاف ذا سيم مليكيول، عندي تو مليكيول بوزيتيف ونيجاتيف، ماشي، كارينج بوزيتيف اند نيجاتيف تشارج اون ذا هيدروفيليك هيد. طب التشارج اوف ذا مليكيول ديبندد ان ايه بقى؟ طب امتى اكون بوزيتيف وامتى اكون نيجاتيف؟ او التشارج اللي بيكون عندي يعني امتى تطلع لي الخاصيه بتاعه الانفرتوريك ديت؟ قال لي والله بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، الانفوتيريك تشارج ده بتعتمد على البي اتش، يبقى بتعتمد على البي اتش اوف ذا ميديوم، هي اللي بتحدد لي اللي الهيد هيحصل لها ايونايزد على ايه. مثلا الهيد دلوقتي مثلا هي في اسيديك ميديوم، اسيديك ميديوم يعني الاسيد بيحب يديها اتش بروتون، يبقى بيحب يديها اتش بروتون، فهتاخد اتش بروتون، فهتكون هي بوزيتيف تشارج، هتبقى ساعتها كاتايونيك. طب لو هي في النيجاتيف في البيز، البيز بتحب تسحب منها مين؟ الاتش بروتون، فهي ساعتها هيكون عليها نيجاتيف تشارج فتبقى انايونيك. خلاص يبقى هي بتعتمد على البي اتش، الانفوتيريك بتعتمد على البي اتش. عندي زي مين؟ زي الليث الليثنز which positive amino group and negative phosphate، عندها اللي بيكون positive الامينو جروب، يعني هي كأنها بيز جروب، ونيجاتيف هي الفوسفيت جروب، in the same molecule it a برضو متبناها بتعمل لك تشارجد وحوارات، يبقى هي oil and water emulsion او water oil and water ايه كريم. يبقى بالصلاة انا بعرف بسان الليثين ده عبارة عن في امينو اسيد بوزيتيف ونيجاتيف فوسفيت جروب، وهو بيبقى عباره عن اويل اند ووتر ايموشنز. اخر حاجه هنتكلم عليها في التايب تبع السيرفيكاتنت اللي هو النون ايونيك سيرفيكاتنت. نون ايونيك سيرفيكاتنت يعني ما عندوش اي تشارج خالص معايا. عندي ممكن تبقى حاجه بين الثلاث حاجات دول، يا اما تبقى فاتي الكحول، يا اما تبقى سوربيتان استر، يا اما تبقى بولي اوكسي سايلين فات اسيد ديريفاتيف اوف ذا سوربيتان استر. اول حاجه الفاتي الكحول، فاتي الكحول لانها حاجه فاتي، يبقى لازم الاكسترنال ميديم يبقى ايه؟ طبعا يبقى اويل. فلذلك لما نيجي نعمل الايمولشن يبقى ده اول واحد هنتكون عندي ووتر ان اويل ايمولشن، مش اويل ان ووتر ايمولشن، يبقى دي اول حاجه عندي. بما ان هو حاجه فات يبقى مش عايزاك تحفظ، افهم عشان تعرف تحفظ. طيب ازاي ادت تو ذا فيسكس اوف ذا كريم؟ بتحمل ليه؟ عشان تزود لك الفيسكوسيتي بتاعت الكريم وتظبطها لك، عشان هي حاجه فاتي اصلا وهي عباره عن حاجات اورجانيك وكده. إيه زي الايه؟ زي الستريل الكحول، كانت ثانيه اسمها ستريت مش سترايل، ماشي، دي ستريل الكحول، زي الستايل الكحول، زي السيتو ستريل الكحول، هتلاقي كلمه الكحول في الاخر، وعندك ستريل وستايل، ستريل وستايل، ده عباره عن ايه؟ فاتي ايه؟ فاتي الكحول. طيب عندي السوربيتان او السوربيتان استرز او اللي هي اسمها السبام، السبام دي بتعمل لك برضو اويل ووتر ان اويل ايمولشنز. ليه؟ لان الاتش ال بي بتاعتها بتبقى قليله، فبما ان الاتش ال بي بتاعتها قليله فبتعمل لك ووتر ان اويل ايمولشنز، ماشي. احنا اتفقنا كل ما الاتش ال بي تكون قليله معنى كده ان الجزء الهيدروفوبيك كتير عن الجزء التيل، الهيد بتاعها صغنن، يعني الهيد بتاعتها بتبقى كده والجزء بتاعها التيل ده بيبقى كبير قوي. طب لو العكس هو هيدروفوبيك، خلاص يبقى ده بقى عندك هيدروفوبيك هيدروفيليك هيد كبيره وحته تيل صغير جدا. طيب حلو جدا، يبقى السبام هي عباره عن اويل ووتر ان اويل ايموشن، بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن سبام دايجنج، بتبقى بتختلف من عندك سبام 20 سبام 60 سبام الحوار ديت. النمبر دي بتوضح لك ايه؟ بتوضح لك العدد بتاع الفاتي اسيدز الموجود عندك من السوربيتان استر. يعني انت دلوقتي عندك سبام 60 معنى كده انها مور فاتي اكتر من سبام 20. ليه؟ لان انت عندك نمبر من الفاتي اسيد كتيره جدا معاك، ماشي. طيب بعد كده بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، البولي اوكسي ايسايلين فاتي اسيد ديريفاتيف اوف ذا سبام استر. خدنا السبام استر دوت وحطيناه عليه بولي اوكسي ايسايلين، واحنا عارفين الاستراكشر بتاع البولي اكس ايسايلين، الايسايلين بيبقى عبارة عن سي اتش 2 سي اتش 2، وبولي اوكسي يعني عندك العديد من الايه؟ من الاوكسايد. طيب بما ان بولي اوكسي ديت احنا عارفين اصلا ان هي بتبقى حاجه بتحب الميه، يعني حاجه هيدروفيليك، جميل جدا. طيب بالصراحه انا بعرف ده، انت جبت حاجه بتحب الميه وحطيتها على حاجه ما بتحبش الميه وعملت استراكشر معين وكبرت الحاجه اللي بتحب الميه اكتر، فخليت الاستراكشر اللي انت كونته كانه بيحب كله الميه، فبما انه بقى بيحب الميه حولته من حاجه ما بتحبش الميه لحاجه بتحب الميه، يبقى بقى كده ايه؟ هيعمل لك ايموشن اويل ان ووتر ايموشن، يبقى دي بنسميها التوينز، يبقى ده بتعمل لك اويل ان ووتر ايموشن، اويل ان ووتر ايموشن. طب هو بيقول لك بعض الاحيان بتديك ووتر ان اويل ماتش، على حسب بقى انت كبرت اصلا كتير ولا حاطط حته صغيره ولا حجمها قد ايه. لازم تعرف ان التوينز بتحب انها تعمل ايه؟ اويل ان ووتر ايموشنز، على حسب الحجم اللي انت حاطه. ممكن تعمل لك ووتر ان اويل ايموشن عادي جدا،
ولكن على حسب الحجم اللي عندك. زي different type of twins برضو ليها علاقة بالtype number 20 60 80 وهكذا. دي بتحدد لك عدد النمبر بتاعت الفاتي اسيدز اللي انت واخدها من الاوف اس سوربيتان استرز. اتمنى البتاع دي يكون واضح. يبقى احنا خدنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اهو بيقول لك ماشي سيبك من الحتة دي، احنا خدنا بالصلاة على النبي، خدنا السيرفكتنس عبارة عن كذا تايب، عندك كاتايونيك انايونيك عندك نون ايونيك وعندك انفوتيريك. عرفنا الانايونيك وكاتايونيك وعرفنا الانفوتيريك، ودلوقتي بنتكلم على النانا يونيك اللي ما عندهاش اي تشارج خالص، عباره عن 3 تايب، حاجات فاتي الكحول وعباره عن حاجات فاتي استر، فاتي استر او سوربيتان استر اللي هي السبام، وحاجات التوينز. بعد كده اخر حاجه عندي اسمها بولي ايثايلين القايل ايثر، يبقى دي ايثر مش استر. الثانيه اللي هي التوينز كانت عباره عن بولي ايثايلين سوربيتان دريفيتيف او دريفيتيف اوف الاسيد سوربيتان، اللي سوربيتان اصلا اللي هو عباره عن استر. يبقى الماكرو جولز، ماكرو جولز دي بالصوت عنا بقى عباره عن حاجات ايه، عباره عن حاجات ايثر وليست استر. يبقى دي عباره عن ايه، ايثر وليست استر. ايثر اللي هي بيبقى عباره عن كده خلاص، اللي بيكون كده ماشي. المهم يعني اللي هي دي عباره عن ماكرو جولز، دي عباره عن ايه، ايثر. طيب بقول لك والله ممكن يعمل لك اويل ان ووتر او ووتر ان اويل على حسب. ماشي دي اكزامبل عندي زي الكريمو فولز، وعندي زي البرجس البريكس ديت برضو بتبقى عبارة عن ماكرو جولد. يبقى عندك الكريم وفوز وعندك البريكس، دول للأسف حاجات حفظ، واحنا حاولت ابسطها بس ان شاء الله كنت ثبتت معاكم شوية. بعد ما خلصنا الاكزامبل بتاع اول اكزامبل عندي من السيرفكتنس اللي هو عباره عن اكزامبل على الانسفاينج ايجنت، هناخد بقى من السيلينيوس انسفاينج ايجنت غير السيرفكتنس. عندي ايه، زي ار نوت سيرفكتنت، حاجات بتبقى نوت سيرفكتنت مش بتشتغل بنفس الميكانيزم او نفس الفكره بتاعت الايه، بتاعت السيرفكتنت. احنا عارفين السيرفكتنت بيشتغل ازاي، بالصوت انا بقى فاهم، عباره عن ايه، بيجيب لك كل الهدات كده، كل الهدات بيعملها لك، بيحوط لك الجزء اللي بيحب الميه. يعني لو مثلا هنا دي حاجه بتحب الميه مثلا دي كده، خليها باللون الازرق، دي مثلا دي ميه، والجزء اللي بره ده بيبقى عباره عن ايه، عباره عن اويل. الجزء اللي بره ده بيبقى عباره عن الاويل، ما بيحبش الايه، حاجه ما بتحبش الميه، ويعملها لك ويعمل لك انسفاينج ايجنت وكانه بيخبيها وهكذا. طيب دلوقتي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام قال لك زي اول ما سيرفكتنت ممكن بعضهم يديك ووتر ان اويل ايموشن او اويل ان ووتر ايموشن. طيب لو انت عايز تعمل ووتر ان اويل ايموشن لازم يكون عندك ايه، لازم تبقى عندك حاجات دهنيه، حاجات تبقى فاتي عشان تعرف تكون ووتر ان اويل ايموشن. زي ايه بقى، زي البي واكس ده بيبقى دهني جدا، الوول فات، الوول فات اللي هو اللانونين، اللانونين ده عباره عن حاجات فات من وول، اسمه اصلا وول الكحول، حاجات اورجانيك زي اللانونين الكحول. ماشي يبقى اللانونين الكحول، اللانونين، البي واكس دي عباره عن حاجات تعمل لك ووتر ان اويل ايموشن. طب لو انت عايز تعمل العكس بقى، اويل ان ووتر ايموشن، تستخدم حاجات بتحب الميه، يبقى بتعمل ايه بقى، بقول لك بالصوت انا بلد سام، بستخدم انسفاينج واكس، الواكس اللي هو الشمع. طب ازاي، عن طريق ايه، بقول لك از اوبتين ذا باي رياكشن اوف السيتو ستايل الكحول اند انسفاينج ايجنت. فاكرين ايه السيتو ستايل الكحول ده، ده كان عباره عن اكزامبل عندي اهي، اهو ده عباره عن انسفاينج ايجنت نانا توي، ان انا يونيك بيبقى عباره عن فاتي ايه، الكحول. طب لما تستخدم حاجه فاتي مع انسفاينج ايجنت، والانسفاينج ايجنت ده بيحب الميه، ساعتها يكون لك اويل ان ووتر ايموشن مش ووتر ان اويل ايموشن. بيقول لك ذات تشارج اوف الانسفاينج واكس بتعتمد على ايه، على حسب بقى اهي الانسفاينج ايجنت اللي انت تستخدمه. الحاجه الانسفاينج ايجنت اللي انت تستخدمها مع السيتو ستايل الكحول هي دي اللي هتحدد لك التشارج بتاعت الايه، بتاعت بتاعت اللي هو صلى الله عليه وسلم، بتاعت الواكس اللي انت بتطلعها في الاخر. طيب حلو قوي، بيقول لك الستايل الكحول لو حطيت عليها صوديوم لاري سلفيت، انت شاطر وهتقول لي صوديوم لاري سلفيت، انت قلت اي لاري سلفيت، اي ستايل، اي كانت ايه يا رب الثالثه، اي ستايل سلفيت والحاجات دي، ثانيه نتاكد من الثالثه اللي هي بالصوت انا بلد الصلاة، اللي هي الاوليت. ماشي هي اوليت والحوارات دي كلها بتبقى عباره عن انايونيك، عباره عن ايه، انايونيك. يبقى دي انايونيك، يبقى ساعتها تديك انايونيك واكس. ماشي سيتو السترايل الكحول زائد السيتو ماكرو جول، ماكرو جول ده عباره عن ايه، اللي هي عباره عن بريشس، وعباره عن كان اكزامبل بتاعه اللي هو كريمو فورس،
دي عباره عن حاجات نانا يونيك، يبقى ساعتها هيديك نانا يونيك واكس، يعني مش عليه اي تشارج. جميل جدا كده، احنا ببساطه نبقى سوا خلصنا التايب بتاعت النسفاينج ايجنت اللي انت ممكن تستخدمها عندي، عند تحطها عندي في تحضيره الكريم. في بقى شويه اديتيف انت ممكن تحطها على الكريم، زي ايه بقى؟ قال لي والله شويه اديتيف يعني شويه اضافات ممكن تحطها مهمه جدا. قال لي مش الكريم دوت عباره عن اكواس فيس وعباره عن اويلي فيس؟ جميل جدا. طب مش الاكواس فيس ديت انت محتاجه فيه حاجات تحطيها عشان تظبطيها وتخليها كده منعشه وتكون جميله ولطيفه؟ اه. والاويلي فيس محتاجه حاجات تحطيها عشان تبقى كويسه؟ اه. طيب صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، مين فيهم هما الاثنين بيحصل له اكسديشن؟ هل الميه؟ عمرك سمعت الميه حصل لها اكسده؟ ولا سمعت الاويل او مثلا الزيت حصل له زغنخه، باظ ريحته بقت وحشه، حصل له اكسديشن وهكذا؟ طبعا الاويل هو اللي حصل له اكسديشن، فعشان كده بنحط في طبقه اللاير انتي اوكسيدنت، بنحط في طبقه اللاير انتي اوكسيدنت. طب بالنسبه للاكواس فيس بنحط بقى كوسولفنت لو احنا عايزين نزود الذوبانيه بتاعت الدواء بتاعي، وحاجه تساعد على السوليبيليتي وتخلي السوليوشن بتاعي من الووتر عباره عن هيموجينيوس. بنحط هيوميكتنت يعني ايه؟ يعني مرطبات، ونعرف ان شاء الله باذن الله في كورس الكوزماتكس ايه بقى الهيميكتنت والتايب بتاعتها والامبورتنس والحوارات بتاعتها والميكانيزم وكده. طبعا البكتيريا بتحب تيجي تاكل الاويل ولا بتاكل الووتر والميديم بتاعت الووتر؟ طبعا الووتر هي عباره عن الميديم بتاعت الجروس بتاعت المايكرو اورجانيزم، فلذلك لازم احط بريزرفتيف، لازم احط بافر عشان اظبط البي اتش اللي عندي. يبقى بالسلطه انا بقى لايفت الصلاه والسلام، بنحط الفارما سيوتيكال اند ثيريبيتيكال ريكويرمنت للكريم عشان اظبطه واخليه كريم بيرفكت، بيكوز الكريم از بايوفيزيك. هو عباره عن بايوفيزيك، يعني بايوفيزيك يعني عباره عن ووتر واويل، يبقى عنده حاجتين. ذا يوز ذا اوف اديتيف نيد تو ايه از اكواس او اويل، لازم تحط الحاجات ديت في الاكواس او الاويلي فيس الاثنين مع بعض. الاديتيف اجين تو اكواس زي ما احنا لسه قايلين، كو سولفنت هيوكتنت بافر اند بريزرفتيف. واول حاجه هنتكلم عليها مين يا شاطرين؟ الكو سولفنت. ايه هو الكو سولفنت؟ احنا عارفين الكو سولفنت ده بيزود لك السوليبيليتي بتاعت الدرج. هل انت ينفع تحط كريم وتلاقيه جريتي كده يعني محبب؟ جيت تفرد خد حته كريم وافردها على ايدك هتلاقيها جريتي. يعني ايه جريتي؟ يعني محببه. يعني محببه يعني تلاقي البارتيكل بتاعت الدرج بتاعك اللي هي الثيرابوتيكال افكت اللي ليها دور علاجي ما بتدوبش في ايه، ما بتدوبش معاك، بتحطها كانها حاجه خشنه على جلدك، فما ينفعش. يبقى كول سولفنت سيرف تو انكريز الدرج سوليبيليتي، لازم تزود ذوبانيه الايه الدرج. سو نو درج بيرسبتيشنز تيك بليس، يبقى ما ينفعش اخلي الدرج يكون في هيئه بي بي تي. ماشي. ايفن ايزز ممكن اه. طب دلوقتي بالصوت نفسه متخيل كده انا في ترسيب من الدواء، طب مش الدواء دوت عباره عن دواء محطوط في اكواس فيس؟ جميل. والاكواس فيس ديت ايه؟ ميه. والاكواس فيس لو انت جيت حطيتها على ايدك ممكن، يعني انت لو جيت دهنت الكريم كلك على بعضك على ايدك كده وعرضتها بقى، تعرضت للهواء، طلعت بره، خرجت، مش عارفه ايه، هيحصل ايفابوريت للووتر وهيبقى لك البارتيكل سايز اللي هي من الدرج اللي المفروض تديك افكت ثيوريتيكال افكت على ايدك، متكلكعه متكومه على ايدك. حتى ده مش ابيرنس اكسبتابل، يعني حاجه مش مظهر اكسبتابل، يعني حاجه مش انا مش بحب اشوفها كده، وحاجه مش مصاغه للعين. ماشي. طيب يبقى بيحصل ايفابوريشن لسام ووتر اوف اكواس، بيحصل لك كريستاليزيشن. يعني ايه كريستاليزيشن؟ يعني عمليه تكوين كريستال، يعني لسه هي بي بي تي على ايدك. اكزامبل زي الجليسرين ده عباره عن حاجات كو سولفنت، البروبيلين جلايكول اند الايثانول، هي إيه الحاجات اللي بتبقى الكحول عامه بتبقى كو سولفنت. بقول لك الدراج بي بي تي ماي ريزلت ان ايه بقى؟ لما الدواء يحصل له ترسيب ايه اللي بيحصل عندك؟ ديكريز ان دراج بنتريشن. تخيل كده الدراج لما يكون سوليوشن والدراج بي بي تي، الدراج سوليد بارتيكل تخينه وقلبوزه على جلدك، والدراج سوليوشن عباره عن سوليوشن جيت حطيته على جلدك، مين اللي هيحصل له ابزوربشن اكتر؟ طبعا السوليوشن، فعشان كده بيحصل لك ان الابزوربشن بيقل جدا جدا جدا. طيب ايه كمان؟ صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم قال لك البنتريشن بتاع السكن، ماشي، السكن بنتريشن بتحتاج حاجات سوليبل نون ايونايزد، حاجات مش عليها ايونايزد اوف ذا دراج. يعني الافضل اللي انت يجي يقول لك كده، ممكن يجي لك سؤال الافضل انت تستخدم سيرفكتانت ايونيك ولا نون ايونيك؟ النون ايونيك. طب السيرف كده ايه؟ عشان جلدك ده فيه شويه شر فبيعمل له شويه ريبولشن مع الحاجات الايونايزد. لا، لو انا جبت لك بقى ايونايزد يبقى انت مالكش حجه، فانت تقدر تعدهولي عادي بكل بساطه من غير ما تعمل لي ريبالشن ولا اتراكشن ولا الحوارات ديت. يبقى الافضل انت تستخدم نون ايونايزد فورم اوف ذا دراج. السك طبعا هيعمل لك اريتيشن لان دي بالسوليد بارتيكل، تعمل لك اريتيشن، ماشي، تعمل لك التهاب سبيشال اف دراج بي بي تي اس كريستال. يبقى لو الدراج حصل له بي بي تي اس كريستال ساعتها هيعمل لك اريتيشن التهاب. كده احنا خلصنا اول حاجه بتتحط عندي في الايه، في اللي هو صلى الله عليه وسلم الاكواس فيس.
يبقى اول حاجه اتكلمنا عليها ايه؟ السكو سولفنت. بعد كده مين؟ الهيوميكتنت. الهيوميكتنت ده اللي هو المرطب، دي عباره عن حاجه اسمها هايجروسكوبيك. هايجروسكوبيك ايجنت يعني ايه هايدروسكوبيك ايجنت؟ هايدروسكوبيك ايجنت هايدرو مينينج ووتر، وسكوبيك يعني بتسحب الميه، يعني هي شفاط للميه، يبقى ديت هاف افينيتي تو ووتر يعني تشفط لك الميه. والله انت ايدك اهي حلو قوي، ايدك ديت جو حطيت عليها الهيوميكتنت، جميل جدا. وتعرفوا برضه في كورس الكوزماتيك ايه اللي هيحصل؟ ببساطه انا بلف دوس ساب حطيت عليها الميه ماشي، وانت عندك في الاير في شويه ووتر دروبلت اوف ووتر حلو قوي. قال لك والله الهيوميكتنت عباره عن هيدروسكوبيك، يعني ايه هيدروسكوبيك؟ يعني هي شفاط، فتيجي تقعد تشفط لك البارتيكل بتاعت الميه، تشفط لك البارتيكل على الميه، فتخلي لك البارتيكل على الميه بدل ما هي في الهواء في الاير كونديشنز عادي جدا، لا بتخليها لك متعموله على ايدك فكانها مترطبه، كانها ايه مترطبه، وتحافظ على كميه الميه جوه جسمك. يبقى هي عندها هاي افينتي تو ووتر، زي ديكريز ووتر ايفابوريشن، بتقلل كميه الايفابوريشن بتاع الميه ماشي. سو بريفنت الدراج اي بي بي تي، بتمنع لك ان الدراج يحصل له بي بي تي. ليه؟ عشان الدراج امتى بيحصل له بي بي تي ويحصل لك كريستاليزيشن؟ لما الكونتنت بتاعت الكريم اللي انت حاطه بخرت منه كميه الميه. طب انت محافظ اوريدي على كميه الميه الموجوده في الكريم، معنى كده مش هيحصل له بي بي تي عندي. زي هيلب هايدريشن ذا سكن، يقول لك هايدريتد السكن باي تو واي اون ذا سيرفيس الهيوميكتنت ابزورب ذا اتموسفيريك ميكستشر. زي ما تحس اي دي الهيوميكتنت بيعمل لك امتصاص للرطوبه بتاعت الهواء ماشي. طب على السكن بقى، على السكن او وزن ذا سكن الهيوميكتنت بنتريت ذا سكن لاير اند انكريز ذا هيدروفوبيك كاباسيتي اوف ذا سكن. هو بقى ده على الصعيد اللي هو على الجلد. طب وجوه بقى الجلد بيعمل ايه؟ بيخش يخترق الطبقات بتاعت الجلد ويحافظ لك على كميه الميه الموجوده فيها، كانه عمال يعمل كأنه ماجناتيك للووتر. افتكر كده الهيوميكتنت ماجناتيك للووتر. طيب بصراحة انا بس بقول لك الهيوميكتنت كونسنتريشن شودنت بي اكزيس 5% 5% اوف فورمت ويت. مهم قوي المعلومه ديت، ما ينفعش يزيد عن 5% من الفورمولا الويت، اذروايز ات ماي ويزدرو ووتر فروم ذا سكين لاير ليد جنت تو اتس دراينس. مهم قوي انت عشان تحضر كريم ما تزودش كميه الهيوميكتنت عن 5%. طب ايه السبب في كده؟ مش احنا قلنا هي عباره عن ماجنتيك للووتر؟ اه. طب انت حطيت بقى اكتر من 5% هتبدا بدل ما تسحب لك الميه اللي في الاتموسفير بس، لا ده هتضطر كمان تسحب الميه الموجوده في جلدك. فبدل ما انت كنت بتحافظ على الميه الموجوده في جلدك، بقيت بايه؟ بقيت بتخلي بقيت بتفقد الميه الموجوده في جلدك وبقيت بتطلعها، بقيت هي عماله تسحب، بقت قلبت لضدك، بقت بتعمل حاجه ضدك انها تسحب الميه اللي في جلدك وما بقتش بتحافظ عليها. يبقى مهمه جدا 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 انها تعمل، او تقلتي كده لا يحصل لك ايه؟ جفاف. عندي زي جليسرين برضو البروبيلين جلايكول والسوربيتال والديوريا. يبقى بالظبط انا برسم الهيوميكتنت لازم تستخدم في 5%. ليه؟ عشان ما يعملكش دراينس. ليه؟ عشان هو يبدا يتقلب ضدك ويسحب الميه كتير جدا موجوده في جلدك عندك. بعد كده البوفر، البوفر هي عباره عن ايه؟ زي ار نيدد اونلي فور اويل ان ووتر كريم. اويل ان ووتر كريم، طب ليه؟ عشان انت دلوقتي الووتر هي اللي بره. احنا بنستخدم البفر امتى؟ لما يكون الميديوم الاكسترنال هي الووتر، مش بنستخدمه في، ما بنحطش بفر على الاويل. طب ايه اهميه البفر؟ ان هو يعمل لك يقاوم لك الريزيستنس اللي تشينج بتاع البي اتش. يعني ايه يقاوم لك التشينج بتاعت البي اتش؟ والله انا محضره الدراج بتاعي مثلا في 7.4 بي اتش حلو حلو، جيت بقى اتعرض للهواء، اتعرض مش عارفه ايه، جات له مايكرو كان اسم اي حاجه من الحاجات ديت، بدات تلعب لي في البي اتش. فوالله لو البي اتش مثلا اتغيرت بقت 6 نتيجة اي عوامل اكسترنال اي حاجة، دي كده هبوظ لي الفورميشن بتاعتي، هبوظ لي الدواء بتاعك خالص، انت بوظته خالص خليته اسيدك. طيب بالصراحة انا بلاقي ابتسام، انا عايزة احط حاجة بقى، انما متخليش كده، انا عايزة حاجة تثبت لي البي اتش بتاعتي تفضل عند 7.4 زي ما انا محضره بالظبط، ما تأثرش عندي في اي حاجة، ما تغيرش مني اي حاجة في البي اتش. فاقوم حاطة لك البفر ايه؟ اديتيف. ذا بي اتش فاليو اوف ذا نورمال سكين من 4 ل 7 ويز اوبتيكال فاليو اللي هي الحاجه الاكيوت، بتبقى السكين بتبقى عباره عن اسيديك عباره عن 5.5. بعد كده البريزرفيتيف زي ار، يبقى احنا عرفنا اهميه البفر ماشي. زي ار عشان تعمل ايه البريزرفيتيف؟ طبعا تمنع المايكرو اورجانيزم فروم جروث ماشي، تمنع المايكرو اورجانيزم انها تكبر وتنمو. زي ماي بي ايه؟ بكتيريو ستاتيك. يعني ايه بكتيريو ستاتيك؟ كلمه ستاتيك معناها انها كانك بتنيم، كانك سليبنج، كانك بتوقف الميتابوليتيك بتاع البكتيريا. طب بكتيريو سايدل، سايدل اتفقنا خلاص خدناها في الاميونولوجي، سايدل مينينج كيلينج، كيلينج البكتيريا. يبقى انت عندك استاتيك وعندك سايدل، سايدل كيلينج البكتيريا. يبقى عندك بريزرفيتيف، بعض البريزرفيتيف بعض المواد الحافظه بتقتل لك البكتيريا على طول، وبعض الحاجات بتبقى استاتيك. يعني استاتيك ستوب البكتيريا جوست، بتاثر لك على الميتابوليتيك، كانها بتنيمها لك بتخمدها لك مش بتقتلها لك، البكتيريا لسه موجوده وعايشه وكله تمام ولكن هي نايمه ماشي خامله.
خلاص. طبعا البكتيريوسايدال هي هتبقى اي افضل عشان بتقدرك عليها تماما. البكتيريوسايدال وان اور مور بريفبل ذان البكتيريوستاتيك. طبعا اهي السايدال بتبقى اكتر للاستاتيك، لان الاستاتيك انت لسه البكتيريا عايشه بكل حاجه، كل اللي عملته منعت انها تكبر، وقفتها مكانها، نيمتها وهكذا. اما دي انت قتلتها خالص، عندي زي المثال برابينز والبروبايل بروبينز، اي حاجه عامه فيها البرابين والحاجات ديت تبقى عباره عن بريزرفتيف والبنزويك اسيد. بعد كده بالصلاة على النبي عليه الصلاة، الحاجات بقى اللي بتحط على الفيس احنا اتفقنا اللي هي الانتي اوكسيد عشان تمنع الايه الاسيديتي. الاسيديتي يعني ايه؟ يعني الاكسديشن بتاعت الاويل بتاعت الفات سبستنس، سبيشالي اف زي ار انساتشوريتد. انساتشوريتد يعني ايه؟ يعني عندها دبل بوند او تريبل بوند. الحاجات الدبل بوند والتريبل بوند بتبقى اكتر عرضه ان يحصل لها اكسديشن عالي جدا جدا جدا. عندي زي البي اتش تي اللي هي بيوتايل هيدروكسيل توينز، وعندي البيوتايل هيدروكسيل انسول، والالفا توكو توكوفيرول رول ديت دي عباره عن اكزامبل على الحاجات اللي تبقى انتي اوكسيدنت. طيب بالصوت انا بقى ده الصوت الثاني بقول لك فوق اديتيف يوزد ان ريليتيفلي سمول كونسنتريشن. عشان تحط الاديتيف ديت الحاجات الاضافيه دي لازم تستخدم في سمول كونسنتريشن. ليه؟ عشان لو زودت هاي كونسنتريشن هتتقلب الحاجه لضدها. ماشي، يبقى اس بريزرفاتيف اند انتي اوكسيدنت اديتيف انتيك انسايد ذا ايه بتتحط جوه ميسلز. ميسلز احنا عارفينها يعني ايه؟ يعني عباره عن حاجه ليها هيدروفيلك هيد وهيدروفوبيك تيل، وعامله لك دوريه محوطاها وليها ايه من بره افكت بتاعها، يعني موجهه بوشها من بره من حاجه تانية. ماشي، اوف اميسفاينج ايجنت اند او ابسوربشنز اون ذا كاونتر. يبقى انت لو لازم تبقى تحطها في سمول كونسنتريشن. ليه؟ عشان انت لو حطيت هاي كونسنتريشن هتبدا تهدر فيها، وهتبدا بدل ما هي تخش جوه الميسلز وتعمل لك الافكت بتاعك في الدراج وكده، لا هتبدا بقى تلزق على الكونتينر، هتلزق لك على الغطا، هتلزق لك مش عارفه فين، وتبوظ لك الانفورميشن بتاعتك. يبقى هنا تروح ان كيس اوف ذا كونسنتريشن اوف يوزد كذا شود بي اديتيف، لازم تبقى محسوبه ولازم تبقى معروفه انها تروح تلزق على الوول بتاع الكونتينر تيك ايه بليس. بعد كده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك اولي ان ووتر بارتيشنال كوفيشن. احنا عرفنا يعني ايه بارتيشنال كوفيشن، از فيري امبورتنت تو يوز بريزرفاتيف اند انتي اوكسيدنت. لازم تعرف البارتيشن بتاع الاويل ان ووتر ايه بارتيشن كوفيشن. ليه؟ لما تيجي تستخدم كميه البريزرفاتيف اند الايه انتي اوكسيدنت. السبب في كده ايه؟ مش انت بتحط الانتي اوكسيدنت ده في الاويل والبريزرفاتيف ده بتحطه في الووتر؟ طب انت عايز تخلي البريزرفاتيف يبقى كتير جدا في الووتر، يبقى لازم احنا قلنا اويل على ووتر، يبقى لازم انت عايز تحط البريزرفاتيف كتير في الميه، يبقى انت عايز تخلي البريزرفاتيف كتير في الميه كتير في الميه. يبقى معنى كده ان انت عايز تخلي الكميه دي ايه قليله، التوتال كلها على بعضها قليله. السبب في كده ايه؟ عشان تخلي كميه البريزرفاتيف موجوده كتير في الميه، دي ليها علاقه حاجات ماثيماتيكال. طيب جميل، يبقى انت عايز تخلي ده كتير، لو انت زودت ده هتلاقي ده اللي عايز تحفظ. بص مش عايز تحفظها اهي، قول على ووتر. انت بقول لك عايز تخلي البريزرفاتيف كتير في الميه، اللي لما تكون تحت بيزيد الفاليو كلها بتقل. طب انت عايز تخلي بقى الانتي اوكسيدنت في الاويل اللي في الاويل فيز بتبقى كتيره، عايز تخلي ده كتير، يبقى معنى كده ان ده كله هيكون كتير. يبقى اهو بالصراحه انا بفهم الاويل ووتر بارتيشن كوفيشن ريبريزنت ذا ريشيو بتوين ذا دراج ان ذا اويل اند تو ذا ووتر. ماشي، الاويل لايه لووتر، حلو قوي. قال لك البريزرفاتيف شود بي لو اويل ان ووتر، عشان انت هتزود الووتر من تحت، عايز تخلي كميه البريزرفاتيف كتير في الووتر فالفاليو كلها هتقل. ماشي، having more solubility in water than in oil. ليه؟ عشان تعمل ايه؟ ensure that the presence of adequate concentration in the aqueous phase rather than ال oily phase، عشان تعمل ايه البكتيريال سايدل والحاجات دي. طيب عشان البكتيريا اصلا بتكون موجوده في عشان البكتيريا بتكون موجوده في في الميه اكتر. طيب ديت انتي اوكسيدنت تبقى هاي اويل ان ووتر. ليه؟ عشان انت زودت كميه الانتي اوكسيدنت في الاويل وكده كل الريشيو زادت. ماشي، عشان تبقى مور سوليبل ذان في الاويل اند ذان ووتر، عشان يكون في كونسنتريشن معين في الاويل عشان تعمل لك انتي اوكسيدنت اللي هي تشيل لك الاسيديتي. حلو قوي. بعد ما خلينا شويه الاديتيف فاضل لنا حاجه اللي هي الدوزج فورم كومباوندنج. يعني ايه؟ يعني الكريم دوت ممكن يبقى ايه؟ ممكن حاجه ميديكيتد وحاجه ام ميديكيتد، حاجات ليها علاقه بالكوزماتيك والحوارات التجميل وكده، وحاجات لا بتعالج مثلا الاكزيما، بتعالج السورياسيس، بتعالج الاكني، بتعالج لك حاجه بتعالج لك حاجه، حاجه بتعالج لك ديزيز معين. اول حاجه قول نون ميديكيتد، كل بقى الحاجات النون ميديكيتد مع اللي هي علاقه بالكوزماتيك والترطيب والحوارات ديت كلها بتبقى كريم بيز. يعني ايه كريم بيز؟ يعني ده الاساس بتاع الكريم. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عايز تحضر ميديكيتد ايه دراج، ميديكيتد دراج او ميديكيتد كريم، لازم تحضر لي الاول نون ميديكيتد كريم، وبعد ما تحضر لي النون ميديكيتد كريم كده تقوم حاطط عليه الدراج بتاعك اللي هو بيديك الايفكت. عندي يبقى ديت كريم ار بيوزد تو بريبيرد يوزنج ليمسفاينج ميثودز، ليمسفاينج ليمسفيكيشن ميثودز اللي احنا عارفينها.
وبعدين انت تعمل ايدنتيفيكيشن وتحط ده على ده وتقعد تقلب وهكذا كانك بتعمله في صوره ايموشن. طيب اول حاجه ازاي بتعملها او بيقول لك اهو بيغير الاكواس فيس زي ما احنا اشتغلته في العملي. يقول لك اول حاجه بتحضر الاكواس فيس، بتحسب كميه الميه وتحط الحاجات اللي بتدوب في الميه وبتكون ثيرمال ستيبل. طبعا ما ينفعش تحط اي ماده بتدوب في الميه ولكن هي مش ستيبل في الحراره هتتكسر وتبوظ. وبعد كده تحط الووتر ليكويد الحاجات السائل اللي بتحب تدوب في الميه وتعمل ورم لحد درجه حراره كام؟ 70. ماشي. تاني حاجة عندي كده انت حضرت الاكواس فيس جهزته، بعد كده تحضر الاويلي فيس، وبعد كده تحط الاتنين على بعض. اهو بيقول لك اول حاجة التاني حاجة عندي بالصراحة انا تسمي الاويلي فيس، هتحط ميلت كل الفاتي على البيتري داش اللي احنا عارفينه دوت في الايه الووتر باث وكده. سيرمال ستيت تحط كله وتحط الحاجات الانجريدينت اللي بتبقى سيرمال ستيت ستيبل. بعد كده هتعمل ايه؟ تحط تبدا الاول بالحاجات اللي عندها هاي ميلتنج بوينت اللي هتاخد وقت قبل ما يحصل لها انها تسيح، وبعد كده تحط الحاجات اللي عندها لو ميلتنج ايه بوينت. طب ليه؟ عشان نعمل ايه لو انت حطيت حاجه بتدوب بسرعه وحاجات سبتها كتير عشان الماده اللي انت حطيتها بعد كده ما بتدوبش بسرعه او يعني ما بيحصلهاش ميلتنج بسرعه، كده انت بتحرق الماده اللي ايه اللي عندها لو ميلتنج بوينت. المهم بعد كده بتحط الاويل سوليبل والاويل ماسبل الحاجات المواد بقى اللي بتدوب في الاويل والحاجات ديت اللي بيكون برضه سيمول ستيبل ولازم تسخنها على درجه حراره 70. طيب جميل. بعد كده بقى الفورميشن اوف ايموشن تقوم عامل ايه؟ بقول لك اد البريبيرد اكواس، بتحط الاكواس على الايه الاويلي فيس ويز كونتينوس ستيرنج بسرعه 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 وسترونج ستيرنج تيل كول، تفضل تقلب بسرعه 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 لحد ما توصل للكولينج. في شويه بريكوشنز شويه تحذيرات كده لازم تعرفها جورنج الكريم بريباريشن. اول حاجه لازم يكون عندك سترونج ستيرنج. يعني ايه سترونج ستيرنج؟ يعني مش تقعد تقلب اللي هو الميع بقى اللي هو براح، لا لازم تقلب بسرعه 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 عشان ايه؟ فور دروبلتس ديفيجنز اند الايموشن فورميشن عشان تكون الايموشن. تاني حاجه عندي سلو اند هوموجينيوس كولينج، لازم تعمل سلو اند هوموجينيوس يعني تعمل تبريد بالراحه مش تعمل له تبريد مره واحده. ليه؟ عشان تافويد الفورميشن اوف كولد سبوت. يعني ايه كولد سبوت؟ تخيل كده انت جيت خدت البتاع خدت الفات ديت وبصيت انا بقى السلام جيت طلعتها على طول وقمت من غير ما تسخن الاكواس فيس ديت وقمت حطيت دي على دي على طول، هتلاقي والله الفات نفسها حصل لها سبوتس كده كولد سبوتس بقت متراكمه كده كولد سبوتس. ايه السبب في كده؟ علشان انت كانك صدمت عملت صدمه لي صدمه لمين؟ صدمه بالسرطان انا بعرف ده سرطان سام ليه الفات اللي عندك، فما ينفعش كده انت بتبوظه تماما. يبقى انت كده ايه بتبوظه، يبقى لازم تعمل كولينج ايه بعقل، يبقى لازم تعمل كولينج بعقل لان دي لو عملتها صادم مره واحده هتلاقي حصل لك ايه كون لك فات كون لك فات قبل ما احط اصلا الاكواس، يبقى لازم ايه تعمل كولينج بالراحه بعقل. ماشي. طيب فورميشن اوف كولد ويتش ريزلتنج ان كلامبي بريبريشن، تبوظ لك البريبريشن. بعد كده الفولوتايل، طبعا في الحاجات الفولوتايل ما بتحطش خالص اثناء تكوين الكريم ولكن بتحط لما تكون فاينل كريم از افتر كولينج، يعني حاجه فولوتايل هتحطها افتر كولينج طبعا. طيب كده احنا حضرنا البيز. البيز ايه؟ البيز النون بيز النون اللي هو النون ميديكيتد كريم. طيب الميديكيتد بقى لو وقفت الدراج از ثيرمال ستيبل سابستانس، ماده ستيبل سابستانس وكمان بتدوب في الميه، سهله جدا هتحطها على الاكواس فيس على طول. انت بتحضر اثناء تحضير الاكواس فيس تحطها. طب هي الدراج ثيرمال ستيبل كده وبتدوب في الاويل، يبقى تحطها اثناء عمليه تكوين الاويلي فيس اللي هي عمليه الميلتنج بتاع الفات. ماشي حلو قوي. طيب لو السبستانس انسوليبل ما بتدوبش في الاثنين ولا في الاويل ولا في الووتر and it is fine powder، هي عبارة عن fine powder. طب تعملها ازاي؟ قال لي اتحضر الكريم بيز عادي جدا 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 وبعد كده بقول لك mix the drug homogeneous with the melted cream، يعني طريقة اللي هي التورتوريشنز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بالصراحة انا بسلام انت دلوقتي مادة ما بتدوبش ولا في الاويل ولا في في الاكوس، حلو، هتحضر الكريم عادي جدا البيزك بتاعك او ليكن مثلا هو ده كده حلو، وبعد كده تقوم جاي وهي المادة ديت بيقول لك هي عبارة عن fine powder، يعني fine powder يعني مش هتعمل لك جريتنج يعني مش هتخلي لي الكريم يبقى جريتي. طب حلو، يبقى انت فاين باودر تقوم حاططها كده على طول وتقوم مقلبها مع بعض، تقوم مقلبها ايه مع بعض عشان يكون هيموجينيوس. اف ذا دراج انسوليبل في الاثنين وعندها بقى كورس، دي بقى كده رخمه حجمها كبير قوي، في بقى انت لازم الاول نعمل ايه تكسر الماده ديت. فتكسرها ازاي؟ بقول لك ميلت سام اوف ذا بيز اند جريدنج ذا دراج باودر ان ذيس بوت، يعني ايه؟ يعني بالصوت انا بقى تاخد شويه من البيز بتاعك تحطها مثلا حته رخامه سيراميكا وكده وتجيب الباودر بتاعك بتاعت الدراج اهيت ديت اللي هي الحاجات الكورسد الحاجات الكبيره وتقعد تطحنها شويه عشان تخليها فاين باودر، وبعد ما تخليها فاين باودر تقوم عامل الاثنين دول مع بعض ميكسنج مع بعض، وبعد كده تقوم الحته العينه اللي انت عملت لها ميكسنج كويس جدا جدا تقوم رجعها عادي جدا في البيتر
الدش او تحطها في الامبولز اللي انت هتحط فيها الكريم. ماشي، يبقى جريدنج ذا باودر ان ذيس بارت اللي هي عن طريق حاجه اسمها ليفيجيشن، يعني ليفيجيشن يعني عمليه طحن، زين ادد ذا ريست اوف ذا بيس. طب افرض بقى انت عندك حاجه يو تكتك ميكتشر. يعني ايه تكتك ميكتشر؟ التكتك ميكتشر ده الميكتشر اللي هو بيبقى عباره عن اتنين سوليد، مجرد ما حطيتهم على بعض الميلتنج بوينت بتاعتهم قلت فتحولوا ليكويد، وخدتوها قبل كده برضه في السيسكس 1 وفي الفيزيكال فارماسي. طيب لو انت عندك الماده ديت، يبقى ان ذيس كيس ذا دراج ار سوليد. ماشي، از لونج از زي نوت ميكسد، الاتنين لو انت ما حطيتهمش على بعض سوليد ومش هيحصل لهم اي حاجه. وانس اللي انت حطيت الدراج الاتنين على بعض، الفيزيكال انتر اكشن تيك بليس ليدنج تو فورميشن اوف فيزيكال كومبليس with low melting point، يكون لك حاجه low melting point. So the mixture turned to the ايه؟ liquid، يروح للايه؟ لليكويد. طب انت هتحل المشكله ديت ازاي؟ قال لك mix the two substances and adding to aqueous phase during the preparations. مش هي بتتحول لحاجه liquid؟ او بتحب الميه؟ ماشي خلاص، mix الاتنين مع بعض خليهم يتحولوا liquid phase وحطيها على aqueous phase بكل بساطه عندك. بعد كده بالصوت انا بس انا بقول لك ادينج سوليد انسوليبل، بتحط ماده ما بتدوبش من الدراج تو ذا كريم مي بي انفولفد. ايه زي ايه؟ عن طريق طريقتين، يا اما حاجه اسمها تيرتوريشن ماشي يعني تقليب او كده، وليفيجيشن يعني طحن. طيب بيقول لك تيرتوريشن ديت ويتش از ميكسينج ذا دراج وذ ذا كريم بيز. يعني ايه؟ يعني انت الكريم بيز هنا انت عملت البيز بتاعك خالص وتقوم حاطط الدراج، زي اللي عارفين الطريقه اللي لما يكون دراج انسوليبل في الاثنين وهو فاين باودر، هي دي الطريقه بتاعت الفاين باودر. يبقى دي كده فاين ايه باودر، حاجات حجمها صغير، فتقدر تحط الفاين باودر بتاعك هنا وتقدر تقلب كويس جدا جدا وتعمل ميكس. طب الليفيجيشن ديت عن طريق الويت جريدنج. يعني ايه الويت جريدنج اوف ذا دراج؟ يعني انت بتاخد شويه من البيز تحطها على حته رخامه مثلا، شويه من البيز حته كده، وتقوم جاي عامل لي ليفيجيشن للدراج بتاعك اللي هو الحاجات الكورسد دي طبعا ليها علاقه بالكورس ماشي، الكورس دراج اللي هي تطحنها كويس جدا وتقوم مقلب ده على ده وكانك بتعمل سامبل تعينهم كده كده كده. وبعد ما انت عملت السامبل ديت اللي هي بسيطه جدا تقوم رجعها للبيز الاصلي اللي عندك. يبقى الليفيجيشن بروسيس هي عباره عن ويت يعني ناشفه، جريدنج يعني ايه؟ يعني طحن ناشف، عن طريق اللي انت تاخد شويه من البيز وشويه من الدراج تحط او الدراج كله تحط الاثنين على بعض، وبعد كده لما تطحن كويس وتخليهم ان هم مش جريتي تبدا تحطه على الكريم الاساسي بتاعتك ماشي، ان ذا بريزنت اوف كريم بيز. اتمنى الطريقتين يكونوا واضحين معاكم. ودلوقتي كده بعد ما خلصنا الكريم بالبريباريشن بالبروبرتيز والحوارات بتاعته والديفينيشن والطيب والدوزج فورم ديزاين والحاجات ديت، هنخش على تاني واحد عندي في التوبيكال ابلكيشن، مين؟ الاوينتمنت. الاوينتمنت دي اللي هي الايه؟ المراهم. دي اللي هي المراهم. احنا هنتكلم على ايه؟ زي ما اتكلمنا بالظبط على الكريم، لازم نعرف الديفينيشن بتاع الاوينتمنت، ايه اهميه الاوينتمنت، الطيب، اليوز بتاعت الاوينتمنت، الادفانتج والديس ادفانتج، والدوزج فورم ديزاين، والدوزج فورم كومبايندنج ان انت ازاي بتكونه. اول حاجه عندي بالسرطان النبي عليه الصلاه والسلام، الديفينيشن بتاعت الاوينتمنت، هي هو الاوينتمنت ده حاجه سيمي سوليد ماشي، دوزج فورم. احنا التانيه في الكريم كنا نقول فيسكس، حاجه فيسكس، اما دي سيمي سوليد ماشي. فورم انتندد تو فور تريكال اللي لازم تستخدمه تريكال ابلكيشن، زي ار فورمد ميدلي باي فاتي سبستانس، بتبقى عباره عن فاتي سبستانس بتبقى اكتر من 50%. الاوينتمنت اهم ماده عندي هي الفاتي سبستانس، الماده الفاتي سبستانس، ولازم ولابد تكون اكتر من 50% او 50%، لو اقل من 50% ما ينفعش دي تكون اوينتمنت، خلاص؟ يبقى لازم ولابد تكون اكتر من 50%، الكريم كان العكس. طيب يبقى دي 50% في الاسود، زي ماي اند نوت ماي نوت، ممكن يكون فيها ميه ممكن ما يكونش فيها ميه على حسب. يبقى الاوينتمنت لازم انت تحط حتى الملمس بتاع الاوينتمنت، المراهم تلاقيها تقيله وجريسي وجريتي كده وايه وملزقه وتخينه، عشان خليها تخين سبب في كده انها بتبقى عباره عن فاتي اسيد كتير جدا او فاتي اويل فيس كتير جدا. الميه ممكن تكون 20 او اقل من 20، ما ينفعش تزيد عن 20%، لو زادت يبقى دوت مش اوينتمنت ماشي. ممكن تكون فيها سوليد، ممكن تكون فيها انسوليبل سوليد، لازم الانسوليبل سوليد برضه ما تزيدش عن 50%. يبقى الانسوليبل سوليد ما تزيدش عن 50%، بنزيد 50%. يبقى الاوينتمنت مينلي فورمد اوف ايه؟ فاتي سابستانس. اف ات كونتين ووتر ات از ايه نوت اكزيست 20% من الويت بتاعها، لو اكتر من كده يبقى مش هي اوينتمنت. اف ات كونتين ووتر ات شود كونتين ايموسفاينج ايجنت. طب بما انك انت عندك ووتر وعندك فاتي كتير قوي يبقى انت لازم تستخدم ايموسفاينج ايجنت. طب لو ما فيش ووتر اصلا يبقى انت كده كانك كونت الاوينتمنت بتاعك من فاتي بس، فانت مش محتاج ايموسفاينج ايجنت. اف ات كونتين لو عندك انسوليبل سوليد اللي هي لازم ما تزيدش عن 50% من التوتال بودي من التوتال ايه ويت. طيب بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول لك الطيب
اند يوز اوف اوينتمنت. ايه بقى الانواع والاستخدام بتاعه الاوينتمنت؟ الاوينتمنت كان بي كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا كومبوزيشنز، على حسب التكوين بتاعها. هنشوف دلوقتي اكوردنج تو حاجه احنا اتفقنا خلاص، اي توبيكال ابلكيشنز او اي توبيكال يوزز او اي حاجه من الحاجات ديت، لما يجي يقول لك كلاسيفيكيشن للحاجه ديت لازم تعملها اكوردنج تو كومبوزيشن. اكوردنج تو كومبوزيشن عندك ميديكيتد ونون ميديكيتد، يعني مره بيعالج ومره ما بيعالجش. نفس الكلام كريم بيعالج وكريم ما بيعالجش. يبقى احنا اتفقنا خلاص، اتفقنا هنثبت حته كومبوزيشن كلاسيفيكيشن اكوردنج تو كومبوزيشن تبع التكوين بتاعها، اللي هي تبقى عباره عن حاجه ميديكيتد وحاجه نون ميديكيتد. طيب تاني حاجه عندي ممكن اعملها كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذس، اللي هي ديبس ذا انكومباتبل دراج كان بي ريتش ذا سكين. يعني ايه؟ يعني مدى عمق الدراج اللي يقدر يوصل فيه للسكين. احنا اتفقنا خلاص، خدنا الايه الاناتومي بتاع السكين، حلو جدا. طيب السرطان انا بقى عرفت الدراج هنا، وانت عايز تعمل بنتريشن تروح للسكين ديت. احنا بقى عايزين نشوف الاوينتمنت ده، والله في اوينتمنت يخليها تمشي لحد هنا، وفي اوينتمنت تاني لا لحد هنا بس، لحد الكرياتين واللايتس او الحاجات ديت، على حسب اللاير اللي انت عايز توصل لها احنا بنعمل كلاسيفيكيشن للاوينتمنت. عندي اول حاجه الميديكيتد والنون ميديكيتد اكوردنج تو كومبوزيشن. نون ميديكيتد ده برضه البيس، دونت هاف اني دراج، ما عندهاش اي حاجه ليها علاقه بالثيرابيوتيكال افكت، ما لهاش اي دور علاجي، اسمها اوينتمنت بيس. اتفقنا اي بيس يبقى معنى كده انها نون ميديكيتد، معنى كده ما لهاش اي دور علاجي. 100% من فاتي سبستانس، يبقى هنا ما فيهاش ولا ووتر ولا فيها دراج، و100% من الفاتي سبستانس ويز نو ووتر فاوندد. وممكن يكون لحد 20%، يعني ممكن يكون فيها نسبه شويه ميه اقل من 20 كده، ولكن اهم حاجه ان هي ما بتكونش فيها اي دراج عندي. خلاص زي كان بي ممكن تبقى زي زي الايمولينت وزي الليبريكانت. الايمولينت والليبريكانت، ايه هي الايمولينت دي؟ تو بريفنت ووتر لوز اند دراي سكن. الايمولينت دي عباره عن ببساطه انا بس زي الهيومكتنت، ولكن الفرق بينها وبين الهيومكتنت بقى هنخطه في الكوزماتكس. الفرق الوحيد عندي ان هو الايمولينت ده بيبقى عباره عن فاتي اويل، فري فاتي اويل، يعني عباره عن اويل مكونه من اويل. الهيومكتنت لا بيكون فيها اكواس وفيس وحبه وميه وحوارات كده. خلاص يبقى دي عباره عن ايه؟ دي حاجه نون ميديكيتد بيز بتمنع لك تبخر الميه، وبتبقى تمنع لك السكن يحصل له دراينج وهكذا. الليبريكانت طبعا تو ديكريز ذا فريكشن ويز سكن، انها تقلل لك الاحتكاك مع الجلد. بعد كده الميديكيتد اكيد هيكون فيها دراج، ممكن حاجات تكون فيها دراج والفاتي اويل بس، وممكن حاجات ما فيش اي ميه، وفي حاجات ممكن يكون فيها الدراج والفاتي اويل وكمان ميه النسبه بتاعتها اقل من 20%. لازم الميه يكون عندي اقل من 20% ده اللي هو بيقوله لك هنا. طيب السلطه انا بقى لفظ السلطه. بعد كده بقول لك الميديكيتد، الحاجات الميديكيتد بقى العلاجيه بنقدر نقسمها اكوردنج تو ذا ديبس اوف ذا دراج اللي هو بيقدر يوصلها للسكن. عندي حاجه بتبقى ايبي ديرميك اوينتمنت، يعني ايبي ديرميك اوينتمنت يعني على الديرما بس، اباف ديرما، اباف ايه ديرما. وعندي حاجات اندو ديرميك داخل الديرما، وعندي حاجه دايا ديرميك اوينتمنت يعني جوه الديرما من جوه خالص. خلاص يبقى عندك ايبي ديرميك، اندو ديرميك، دايا ديرميك. بقول لك هنا the property of preparations of ointment doesn't or don't affect the site of the skin which is why the drug this is affected the properties of the drug itself. يعني ايه؟ يعني بيقول لك دلوقتي ببساطه انا بقى في الصلاه، ايه اللي بيأثر عندي على البنتريشن؟ يعني ايه السبب ان بيخلي الدراج يخش جوه يعمل لي بنتريشن؟ قال لي والله احنا خدنا قبل كده كلمه من انت قلتها لنا الليكتشر اللي فاتت، ان البنتريشن البنتريشن اللي هو الاختراق بيتاثر عن طريق البروباتس بتاعه الدراج، وليس لها علاقه بالفارماسيوتيكال ابلكيشن او فارماسيوتيكال دوزج فور. يبقى الابلكيشن اللي هي ليها علاقه بالبنتريشن والحاجه ريليزنج دراج والحوارات ديت بتتاثر على ايه؟ ريليزنج دراج دي كانت بتاثر في الدوزج فور، اما البنتريشن ذات نفسه او الاوينتمنت دوت هيوصل للطبقه ديت مثلا يروح للدايديرميك او يروح للابيديرميك او يروح للاندوديرميك، ده بيتاثر عن طريق البوباتس بتاعه الدراج. البوباتس بتاعه الدراج ده، هل الدراج ده بيعمل بنتريشن كويس ولا ما بيقدرش يعمل بنتريشن كويس، هل هو سوليبل ولا مش سوليبل، والحوارات ديت بقى. اهو قال لك اول حاجه بالصراحه انا بقى بسمي الابيديرميك اللي هي بيكون فوق، بيقول لك دراج نيفر انترز سكين، ما بيروحش على السكين، بتفضل قاعده على الجلد بس من فوق. ابيديرميك يعني فوق الجلد، يعني على الجلد بس، ما بتقدرش تعمل بنتريشن خالص. ماشي ذا دراج اكزات لوكال، بتديك لوكال افكت اون ذا سكين، يعني ما بتروحش خالص للفيسلز بقى الموجوده في الدرمس والحوارات دي، لا بتديك بس لوكال افكت على السكين. ممكن مثلا تديك ترطيب، ممكن مثلا تعالج لك حاجه من على الجلد من فوق، تديك كرياتوليتيك اللي هي المقشرات والحوارات دي.
طيب الام 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 دو ديم ديرمك ديت عباره عن ايه؟ دي بتعمل انت للسكن، بتخش للسكن ماشي، وده برضه بتديك لوكال افكت. هل هي بتخش للدم خالص؟ لا، هي بتديك لوكال افكت بس. ليه؟ لان هي ما يعني دخلت لطبقه ميته، ما راحتش البلاد فيسلز، ما دام ما راحتش البلاد فيسلز يبقى دي لوكال افكت. طيب دي بالصوت على النبي عليه، دي برضه بتعمل انت للسكن اند بنتريت ثرو ات ريتش جنرال اي سيركليشن، بتعمل بنتريشن لحد ما توصل للسيركليشن، لحد ما تروح للبلاد فيسلز. يبقى معنى كده هي سيستماتيك ايه افكت. يبقى اهو ده كده بالظبط. انا بس الفرق ما بينهم الايبيديرميك اوينتمنت، دي كده انت حاططها على الجلد ما حصلهاش ايه بنتريشن، شايف واقفه كلها على الجلد. طب الاندوديرميك، الاندوديرميك لا حصلها شويه بنتريشن اهي زي ما انت شايف على السكن، ولكن هي ما راحتش خالص للبلود فيسلز. شايف بقى هنا كده البلود فيسلز اللي هي الضيق ديرميك، دي حصلها راحت للبلود فيسلز، وبما انها راحت للبلود فيسلز يبقى معنى كده انها تديك سيستماتيك افكت. اما كل الحاجات دي كانت بتديك لوكال، ما دام حاجه بتديك لوكال افكت معناها انها ما بتروحش للبلود فيسلز. طب ايه بقى الادفانتج والديس ادفانتج؟ كده احنا خدنا الكلاسيفيكيشن بتاعت الاوينتمنت وفهمناه وعرفنا الكومبوزيشن بتاعه. ايه بقى الادفانتج والديس ادفانتج؟ ايه بقى المميزات وعيوبه؟ اول حاجه بالصوت على نفسها سهل جدا لو يحصل له سبريد على السكن، سهل جدا لو ينتشر على الجلد زي ريتين. طب بما ان هو حاجه فات وكده، امسك بس حته سمنه كده ولا حته زيت في ايدك هتلاقيها صعبه جدا انها تتشال. بما انها كده ريتين يعني بتقعد كتير على الجلد، مش سهله انها تتشال. يبقى إيه؟ هي عباره عن زي ريتين اون ذا سايت ابلكيشن فور ذا سفيشنت تايم، يعني جود ريزيستنس تايم، يعني تفضل لو انت دهنتها تفضل مده كبيره عقبال ما تتشال. مش زي مثلا الكريم، لا الكريم بيحصل له امتصاص بسرعه ويتشال بسرعه ويبقى خفيف وكده، اما الاوينتمنت لا بيبقى تقيل شويه وبيقعد مده كبيره عندي. يبقى سهل ان هو يحصل له سبريد، لا سهل جدا ان هو بيبقى ريزيستنس للتايم اللي عندي. ودول حاجات اصلا من ضمن الحاجات الاساسيه اللي انا استخدم فيها التوبيكال والابلكيشن بتاعت الايه الاوينتمنت والحاجات ديت اللي احنا اتفقنا عليها. طيب الصوت انا بلف سام زي يوزد بيزد كان امباوت ان اديشن اوف emollient or lubricant effect. يعني ايه؟ يعني البيز اللي هي حاجات نون ميديكيتد ممكن تديك جزء الايمولينت افكت اند لابريكانت افكت، يعني تبقى عباره عن حاجات بتبقى مضاده للاحتكاك، تبقى عباره عن حاجات بتبقى مرطبه بتساعد لك انها تحافظ على الميه وهكذا، رغم انها حاجه بيزك مش حاجه ميديكيتد، يعني حاجه نون ميديكيتد ماشي. فدي حاجه لطيفه جدا ليه. بالديس ادفانتج طبعا الجريسي، الجريسي ده اللي هو الدهنيه بتاعت الميكشر بتاعه النيتشرال بتاعته صعب ان هو يتشال، دي من ضمن برضه عيوبه رغم ان دي كانت ميزه اللي هو بيبقى ريزيستنس التايم، ولكن صعب ان انت تشال من ايدك ماشي. موست اوينتمنت هاف ايزر بور دراج ريليز. يعني ايه؟ يعني ببساطه انا بسام انت لو حاطط فيها دراج فصعب ان هو يحصل له ان هو يخرج من البيز اللي انت عامله دوت ويديك افكت سريع، بياخد وقت كتير جدا 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 وبور فقيره جدا انها تطلع. ودي مشكله عندي، مشكله بقى اكوردنج تو، هل ليها علاقه بالبروباتس بتاعت الدراج ولا ليها علاقه بالبروباتس بتاعت الدوزج فورم او الفارماسيوتيكال دوزج فورم؟ ليها علاقه بالفارماسيوتيكال دوزج فورم اللي انت مكونها، لان انت الدراج دوت ممكن تحطه في كريم، ممكن تحطه في اوينتمنت، ممكن تحطه في هيوميكتنت، ممكن تحطه في ايموليانت، كل الحاجات دي عباره عن حاجات انت ممكن تحط فيها، ممكن تحط في جل اند سو اون. يبقى ببساطه انا بس صعب انها تخش تطلع من الدراج بتاعك. سو اتس توبيكال باي افيلابيلتي بور ماشي، عشان كده بتحط في البري كاتريس اللي هي تبع الطبقه اللي موجوده على الجلد بتاعتك. ابسوربشن سيستماتيك ايه ابسوربشن، يعني هي بتبقى ضعيفه في الامتصاص على الجلد وضعيفه في الامتصاص في السيستماتيك اي بايو افيلابيلتي. طيب بيقول لك هنا بالصوت انا بس there is no ointment with good drug release، مفيش اي ointment مرهم good drug release and good drug absorption at the same time. يعني مفيش دواء ointment مرهم انت بتكونه بيبقى عنده drug release كويس ان هو يطلع لك الدراج ليزيز اللي انت اصلا عايز حاطه عشان يطلع منه، او عنده ابزوربشن كويس. طب ايه السبب في كده؟ عشان عندك 50% او اكتر عباره عن فاتي سبستنس، والفاتي سبستنس ديت عباره عن حاجه فات، انت لو مسكت سمنه مش هتعرف تشيلها من على ايدك، فهتلاقي صعب انها تتحرك جواها. تاني حاجه السكن سيرفيس از اكواس، انت بتحط حاجه فات على حاجه السكن بتاعك اكواس الناتشرال، فانت بتعمل الاثنين كانك جبت نقطه زيت حطيتها في نقطه ميه او كوبايه ميه، مش هيحصل اي امتزاج خالص ماشي. الناتشرال دي تو ذا بريزنت اوف السويت، طبعا العرق بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اكواس. عندي الاستراتم كورنيوم از نون تو بي فات ان ناتشرال ديو تو ذا انتر سيلولار ليبيدز. قال لي والله الاستراتم كورنيوم من الطبقه اللي بتكون تحت اللي هي مش اللي هي الخلايا الميته اللي احنا خدناها قبل كده في الاناتومي بتاع السكن، دي بالصوت نفسها بتبقى فاتي ان ناتشرال. طب دي حاجه حلوه. طيب دي بتبقى ايه؟ بسبب وجود ايه؟ بسبب وجود عندها في الانتر سيلولار في ليبيدز، في ايه ليبيدز، فعشان هي كده بتبقى فاتي ان ناتشرال.
بس ده مش حاجه انها تساعدك ان هي يحصل ابزوربشن كويس وكده، يعني انت عندك حاجتين مبوظه الاوينتمنت من الاساس. طيب بالصلاه على النبي السلام، بيقول لك فور ا بارتيكل دراج، لو انت عايز بقى تعمل دراج عشان تو بي ريليز فروم ذا اوينتمنت، لو انت حاطط الدراج عندك في الاوينتمنت عشان عايز يطلع بقى من الاوينتمنت، لازم يبقى مور سوليبل ان ووتر ذان ان اي فات. يبقى لازم لو انت هتكون اوينتمنت او الدراج اللي عندك دوت اللي انت لازم بالصلاه على النبي يبقى موصبل في الووتر زي الفات. ليه؟ عشان انت اصلا السكين بتاعك عباره عن ووتر، فيحصل له ابزوربشن اسرع. تو بي ابسوربد ثرو ذا سكين، عشان يحصل له امتصاص اسرع في السكين. ات شود باس ثرو ذا استراتم كورنيوم، سو ات شود بي هاف مور سوليبل ان فات ذان ان ووتر. طب هو دلوقتي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، انت السكين بتاعك اهو حلو، احنا قلنا اول لاير ديت بتبقى عباره عن ايه؟ بتحب الميه. ليه؟ عشان هي بتكون فيها سويت وتبقى حاجات اكواس وحاجه هيدروفيليك. طب الطبقه الثانيه اللي هي عباره عن الكورنيوم استراتم او استراتم كونيوم، دي عباره عن فيها ليبيدز انتر سيلولار ليبيدز، معنى كده انها بتحب الايه؟ الاويل. طب الاوينتمنت بتاعك هو حاجه بتحب الاويل، ماشي، انت جيت حطيته مش هيعرف يعدي من اول طبقه. طب انت عايز تعمل دراج ان هو يحصل له ريليزنج كويس، طب انت هتعمل ايه؟ قال لك والله انت المفروض تخليه تحب اول طبقه اللي هي بيدوب في الميه والاكوس وكده، وتاني طبقه تخليه يحب فيه الاويل والفاتي اويل عشان يقدر يعدي من استراتم كونيوم. طب دي هتعملها ازاي؟ قال لك والله عن طريق ان انت يكون عندك هيدروفيلك وايه، جزء بيحب الميه وحاجات مش بيحب الميه. طب هنيجي نشوف، او قال لك اكزامبل الدراج اللي بتحب الميه اللي بيحصل لها. ماشي، يبقى بالصراحه انا مثلا فهمت لحد دلوقتي. يبقى دلوقتي هو بيقول لك هنا ايه؟ لو انت عندك دراج ممكن عشان تخليه يحصل له ابزوربشن كويس، لازم يكون بيحب الميه عشان السكن يحصل له بنتريشن للسكن، ولازم كمان يكون بيحب الاويل عشان يحصل له بنتريشن سوز استراتم كورنيوم، عشان هي بتبقى ايه؟ الاستراتم كورنيوم بيبقى فيها ليبيدز. طيب الهيدروفيلك دراج هتعمل فيها ايه؟ دي جود ريليز. ليه جود ريليز؟ علشان هي ووتر سوليبيلتي. يعني ايه ووتر سوليبيلتي؟ هو الدراج بيبقى سهل انه يطلع على اول لاير، لان اول لير دي بالصلاه على النبي عباره عن السكن اللي هي عباره عن حاجه اكواس. يبقى هي جود ريليز ديو تو ووتر سوليبيلتي، عشان الووتر سوليبيلتي بتاعته كتير. طب ماشي، طب ايه بقى المشكله معاك؟ بيقول لك بات بور ابزوربشن. يبقى انت بص صل على النبي عليه الصلاه والسلام، ايدك اهي، ماشي ايدك اهي عشان ما حدش يتلخبط معايا اهو. انت حطيت الدواء بتاعك هنا، الاوينتمنت بتاعك هنا، حلو. اول حاجه الاوينتمنت ده فيه دراج اللي هو ليه ثيرابيتيكال افكت، طب حلو جدا. طيب بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، الدرج دوت عشان يمشي ويطلع من الاوينتمنت ويروح على جلدك من بره لسه، ماشي، يحصل له ريليز، لازم يكون بيحب الميه. لازم يكون يحب الميه ليه؟ عشان السكين الطبقه بتاعتك الخارجيه عباره عن فيها عرق، فيها سويت، وبما انها فيها سويت يبقى معنى كده انها بتبقى عباره عن حاجات اكواس، فلازم تبقى سوليبل اكتر في الميه اكتر من الايه؟ الليبت. طب ماشي، عشان بقى تعمل بنتريشن للاير دي وتنزل لتحت وتروح للستراتم كورنيوم، لازم تكون ايه؟ لازم يكون الدرج بتاعك بيحب مين؟ بيحب الاويل. ليه؟ عشان الستراتم كورنيوم فيها الليبيدز، مع ان فيها ليبيدز فمش هتحب الميه. طب انت تعمل ايه؟ قال لك الدراج اللي هيكون هيدروفيلك هيقدر يعمل ريليزنج من الاوينتمنت، ولكن مش هيقدر يعمل بنتريشن كويس، او مش هيقدر يعمل ابزوربشن كويس. طب الدراج اللي ما بيحبش الميه مش هيقدر يعمل ريليزنج كويس من الاوينتمنت، فلذلك لما يجي يعمل ابزوربشن هيعمل ابزوربشن حلو، ولكن الريليزنج بتاعه هيبقى ضعيف. ده كل الكلام وكل الرغي. يبقى ليه فوق السؤال بيقول لك؟ السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ليه ما ينفعش او ما فيش اصلا اوينتمنت مرهم بيبقى عنده ريليزنج كويس، ان هو يطلع من الاوينتمنت كويس جدا 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 وابزوربشن عالي؟ علشان الحاجتين دول، السكين الطبقه الاوليه ديت ليها علاقه بالريليزنج، ان انت تطلع الدواء بتاعك من الايه؟ من الاوينتمنت بتاعك. طب تطلعها ازاي؟ عن طريق ان هو حاجه بتحب الميه. طب الطبقه الثانيه اللي مسؤوله عن الابزوربشن الكورنيوم، يبقى لازم حاجه بتحب الفات، فالاثنين عكس بعض، فانت مش هتعرف ما تعرفش توفقها خالص في الاوينتمنت. خلاص، يبقى هنا بالظبط انا بقول سايب بول ابزوربشن ديو تو ذا فاتي سوليبل ذات از ريزلتنج لو ووتر اويل اند ووتر بارتيشن، فبتكون قليله جدا 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 كوفيشن. يعني ايه لو ووتر كوفيشن؟ يعني هو بيحب الميه اكتر من الايه؟ من الاويل. طب اللايبوفيليك بقى، بالنسبه لحاجات اللايبوفيليك دراج بتبقى عندها بو ريليزنج، ليه؟ عشان عندها لو ووتر سوليبيلتي. احنا اتفقنا خلاص، وجود ابزوربشن اوف اني لو حد كميه صغيره جدا جدا طلعت ريليزنج من الدراج، ماشي، هتحصل لها ابزوربشن كويس جدا جدا جدا. ليه؟ عشان هي بتحب الفات اند هاي ايه؟ عندها هاي اويل اون ووتر ايه؟ بارتيشن كوفيشن. يبقى اهو بيقول لك هنا السؤال تاني بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، مفيش اي اوينتمنت لو رحت الصيدلي وقال لك والله الاوينتمنت ده بقى جبار، ده بيعمل لك ابزوربشن بسرعه وبيعمل لك ريليزنج بسرعه وده جبار، يبقى هو بيضحك عليك وبيبيع كلام ولا فاهم اي حاجه ولا بص ولا تعبره. ليه؟ لان انت دلوقتي عندك ما فيش اوينتمنت، مستحيل يكون في اوينتمنت بيبقى عنده جود ريليزنج وجود ابزوربشن في نفس الوقت، يا اما يكون عنده ده يا اما يكون عنده ده. وفهمنا ايه الحكايه بتاعته؟
طيب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الدوزج فورم اوف ديزايننج اوف الاوينتمنت عندك ازاي؟ اول حاجة زي بالظبط الكريم، لازم تختار اللي تشوز السيتيبل اوينتمنت بيس، تختار الاوينتمنت بيس بتاعك المناسب. لازم تختار السيتيبل اديتيف، ما هو اصلا الاوينتمنت عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوينتمنت بيس زائد الاديتيف بتاعتك وهكذا. وان كانت تشويز ذا اكواس فيس بيكوز ات از ايه سيمبل اي ووتر، زي نفسي بالظبط الكريم. الكريم احنا كناش بنختار الاكواس فيس لان ما عندكش اوبشن تاني غير انها عبارة عن ووتر. ماشي، اف ذا اوينتمنت كونتين ووتر وان كان يوز اميسفاينج ايجنت، لو انت عندك ووتر لازم تستعمل اميسفاينج ايجنت، لذلك لازم تختاره زي الكريم ايه بورد. طيب وان كانت تشويز ذا انسوليبل سوليد دراج از زي نوت مين كومبوننت اوف ذا كريم، اف فاوند زي ار اكتيف انجريدينت ادد تو اكسيرت ثيرابيوتيكال افكت. يعني ايه؟ انت مش هتقعد تختار الانسوليبل سوليد، يعني مش تيجي تقول لي انا هختار الانسوليبل سوليد دراج ديت ولا دي لا ولا مش عارف ايه. ليه؟ عشان دي مش حاجه اساسيه، الاساسي عندك هي الاويلي فيس واللهم صل عليك يا سامي الاديتيف، وكمان الاميسفاينج ايجنت او الاميسفاير عامه. انت دي مش حاجه اساسيه، على حسب لو انت هتستخدم ووتر، لو هتستخدم ووتر يبقى انت لازم تختار، لو مش هتستخدم ووتر يبقى انت مش محتاجه. حلو قوي اهو. طيب علشان تختار بقى الاوينتمنت بيز تختاره ازاي؟ يبقى فور جود تشويس اوف اوينتمنت بيز اللي هي الحاجه البيز بتاعك، لازم تعرف التايب اوف اوينتمنت بيز اند فاكتور افكتنج تشويس اوف ذا اوينتمنت بيز، العوامل اللي بتاثر على الاوينتمنت بيز والتايب بتاعي هو عباره عن ايه. اول حاجه بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، التايب اوف اوينتمنت بيز، الاوينتمنت بيز كان بي كلاسيفايد اكوردنج تو ذا بريزنت اور ابسنس اوف ووتر. يعني ايه؟ يعني هي بتقدر يعمل لك كلاسيفيكيشنز اكوردنج تو هل هنا في ميه ولا مفيش ميه، على حسب. لو في ميه هنعمل فيها هنعمل ايه؟ هنعمل الفورميشن بطريقه معينه. طب لو مفيش ميه برضه نفس الكلام. انتو عندي ووتر فري بيز اوتس اسمها ان هيدروس بيز، ان هيدروس يعني مفيش ميه خالص. طب ووتر كونتيننج بيز يعني معناها كده ان هي فيها هيدروس بيز اور امنيسفاير بيز او ايمولشن بيز، ده لازم تعمل هنا ايمولشن بيز. لو مفيش ميه مش هتعمل بصوره الايمولشن، لو في ميه لازم تعمل بصوره الايمولشن. كلام بسيط باذن الرحمن. بعد كده بقول لي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الاوينتمنت بيز ديت اوسو كلاسيفيكيشن اكوردنج تو زير ابيلتي تو هولد ووتر، برضه كمان الاوينتمنت بيز دي هي عندها قدرة انها تمسك ميه ولا مش هتعرف تمسك ميه. This is expression as number of water. يعني ايه ووتر نمبر؟ ووتر نمبر دي كمية الميه اللي تقدر تمسك في الاوينتمنت بيز، يعني الاوينتمنت بيز دوت بيقدر يمسك في كمية قد ايه من الميه. اهو اول حاجة بقول لك الووتر نمبر اوف اوينتمنت بيز، This is the number of gram، كمية الميه بعدد الجرامات that can be holded by 100 gram of اوينتمنت بيز. يعني كل 100 جرام الاوينتنت بيز اللي انت مكونها ديت تقدر تمسك لي قد ايه من الجرامات بتاعه المايه. This represent amount of water that can be mixed with base without phase separation. يعني هي كمية المية، أقل كمية مية تقدر تعمل فيها mixing مع الاوينتنت بيز من غير ما يحصل separation، عشان احنا عارفين الاوينتنت بيز دي عبارة عن oil phase. ماشي. طيب expression as the weight percent from the total weight of the بيز، يبقى دي يعني بتتعبر او بتعبر في التوتال ويت اوف بيز. توتال ويت اوف بيز يعني ايه؟ يعني التوتال اماونت بتاعت الايه البيز، يعني الكميه الكليه. خلاص يبقى اكسبريست از الويت بريسنت، يعني كميه الايه البريسنت. ان اذر وايز ات اكسبريست ممكن نسميها الهيدروفيلستي اوف ذا بيز، يعني كميه الهيدروفيلستي يعني ايه؟ يعني البيز دي بتحب الميه بقد ايه. يبقى الويف نمبر هي عباره عن الاوينت بيز ده بيحب الميه قد ايه. بكل خلاصه بص بكل بساطة. طيب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، according to the water number أو ال hydrophilicity ointment base are classification into four type. عندي حاجة اسمها oleogenous base، الوجي من اسمها كده oleogenous يعني معناها كده أنا بتحب الأويل. ماشي. وabsorption base وabsorption base water miscible base and water soluble base، water miscible base water soluble base. دي كده كل ما انت نازل تحت بتزود السوليبيليتي، يعني دي أقل واحدة في السوليبل في اللي بيحب الماء، يعني الويف نمبر بتاع الووتر نمبر بتاعها ايه؟ قليل جدا جدا جدا. absorption base كده انت بدأت تبحبحها شوية تخليها تحب الماء شوية. الووتر miscible base دي برضه بدأت تحبها نوعا ما. أما الووتر soluble base دي اكتر حاجة بتبقى عندها ويف نمبر، فبتبقى افضل حاجة اللي انا عايز اكون عبارة عن اوينتمنت بيحب المية. فور افري اوينتمنت بيز، لكل اوينتمنت بيز عندي وي ويل ديسكاس ايه. اول حاجة هنعمل ايه عشان نقول مثلا اوينتمنت بيز ديت بيحب المية او ما بيحبش المية؟ اول حاجة الووتر كونتنت اللي هي الويف نمبر، الويف نمبر جاي فوق الووتر نمبر. الووتر نمبر هي بتحب المية بقد ايه، اللي هي اسمها برضه الهيدروفيلستي. الادفانتج بتاعت ايه؟ اهميه الادفانتج، الديس ادفانتج، الكومبوزيشن اند اتس اكزامبل، الكومبوزيشن واتس اكزامبل، التكوين بتاعها واتس اكزامبل. اول حاجه هنتكلم عليها الاوليوجينيوس بيس، دي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، دي بتكون 100% 100% فاتي سبستنس. يبقى هي من اسمها كده اوليو، يعني كانها اويل جينيوس سبستنس، دي 100% سبستنس اويل فات او فات اويل ايا كان، يعني هي 100% فاتي بيس.
فيس، معنى كده ما بتحبش الميه خالص، ويف نمبر بتاعها قليل جدا جدا جدا، زيرو اصلا، يبقى توتال ان هايدروس فيس، ما عندهاش خالص ان هايدروس فيس، كونتين زيرو ووتر في الميه، 0% من الووتر بيرسنت، كان هولد اونلي اب تو 5%، اتس ويت الويت نمبر بتاعها 5 في 5 بس، يعني تقدر تمسك لي 5 بالعافيه، يعني تقدر تمسك لي 5 جرام من الميه لكل 100 جرام منها، يبقى 5 جرام من الميه لكل 100 جرام منها. واحد يقول لي انت ازاي تحولي ميه لجرام؟ مش هي اصلا الدنستي عباره عن ايه بتاعت الميه؟ عباره عن ماس ماشي على فوليوم. طب انت دلوقتي احنا بنحسب الميه بالفوليوم، طب ما هي الدنستي عباره عن واحد، يعني كاني ضربت يعني الفي كاني بتساوي بالظبط بتساوي الماس، يعني الكثافه الفوليوم بتاع الميه بيساوي هو بالظبط الحجم الكتله بتاعته. طيب الصوت انا بس الادفانتج بتاعتها هي ايه؟ اهميه الادفانتج ايه؟ المميزات اللي عندي في الاوريجين سبيس ديت، بيقول لك كيميكال انوت، كيميكال انوت ما فيش تفاعل، مريحه دماغك، ما فيش مايكرو اورجانيزم بتنمو عليها، لان ما فيش اصلا ميه، مش الميه بتحصل هي، الميه دي قص المصايب بتاع اي تفاعل واي شراره بتحصل عندي. دونت دراي اوت اون ايجنج ديورنج ستورج، يعني ما بتنشفش مع العمر، يعني انت ديورنج ستورج مش هتلاقيها حصل ايفابوريشن للاويل، الاويل ما بيحصلوش ايفابوريشن، لا الوتر هي بيحصل لها ايفابوريشن. طب لما انت بتعمل ايفابوريشن للميه بعد كده خليت الدواء بقى دراي، لا دي ما فيهاش ميه خالص، او مثلا فيها 5% من الميه، يبقى معنى كده ان بالظبط انا بقى زي ما بتحصلهاش دراين خالص، بتحافظ بتزود الوقت الاكسباير دي بتاعها وتخليها افضل. هاف جود ريتينشن اون ذا سكين، عندها جود ريتينشن، يعني ايه جود ريتينشن؟ يعني تفضل قاعده على السكين كتير جدا وتفضل اعمال افكت على السكين حلو جدا، ان هي ما فيهاش ميه تتزحلق ماشي. هاف اميولنت اند اوكلوسيف افكت، اوكلوسيف دي يعني طبقه واقيه، يعني كانك عامل سكرينه حوالين جلدك، عامل سكينك كده بغلفها، بتبقى عباره عن واقيه ما بتسمحش بمرور اي حاجه زي البودي جارد والحوارات ديت، فبتديك دور ايه؟ منعش مرطب، الحاجات ديت تمنع الايفابوريشن بتاع الووتر وهكذا، دي الادفانتج. طب الديس ادفانتج، الديس ادفانتج بتاعتي انها جريسي، لان انت بتستخدم كله فات ماشي، بيستخدم كله فات، او difficult to remove صعبة انها تتشال، can't be applied to hair part، الهير بارت الجزء الهيري ما ينفعش تستخدمها. طب ليه؟ عشان الهير بارت دوت الهير زي ما بيكون طالع بيكون معاها سبيشيس جلاند، والسبيشيس جلاند دي بتطلع سيبم، ما ينفعش احط سيبم كانك بتحط دهون فوق دهون، فيطلع لك اكن كتير جدا، ما ينفعش تستخدمها معايا في الحاجات اللي المناطق اللي بيكون فيها هير ماشي، يبقى ديت ايه difficult to remove ما ينفعش استخدمها في الهيري بارت. كانت بي اونلاين للحاجات الوندد، الوندد يعني المجروحه، حاجه مفتوحه ايدك في تعويره في ايدك مش عارفه ايه، ما ينفعش تستخدمها. طب السبب في كده ايه؟ انك لو استخدمتها، لو انت استخدمت الوندد اريا ديت الجزء الوندد، هتخش جوه تروح للسيستماتيك سيستم بتاعك البلاد فيزلز وتمشي في الدم وحوارات، بانها تمشي في الدم والحوارات والحاجات ديت، طب انت كده هتخليها تعمل لك افكت توكسيك، لان الاويل ما ينفعش يخلي اويل، ممكن تعمل لك جلطه، لان ما ينفعش الاويل يمسي جوه دمك لان هي اسيدهولك، اللي اصلا الدم عباره عن حاجه اكواس ماشي، ويز اكسيديتد بيكوز زي هاف اوكلوسيف، هي عباره عن حاجه اوكلوسيف، حاجه كده واقيه، حاجه سد، حاجه منيعه ماشي، ما ينفعش نمشي جوه دمك. الكلاسيفيكيشنز، اول حاجه بالصوت على النبي عليه الصلاه والسلام، اكوردنج تو ذا اوجنز، الاوجن بتاعها انت جايبه منين؟ الاوليجينيز ديت الفاتي اسيدز دي جايباها منين؟ هل من حيوان ولا انت مصنعاها ولا جايباها منين؟ عندك بقى ثلاث حاجات، يا اما تكون بتروليوم ديريفيتيف، يعني حاجات مشتقات من البتروليوم، من البترول، يا اما انيمال فات دهون الحيوانات، يا اما حاجات تكون متصنعه. اول حاجه البتروليوم ديريفاتيف، بالصوت على النبي عليه الصلاه والسلام، دي بتبقى حاجات ساتيوريتد، حاجات ساتيوريتد يعني كلها سنجل بوند، سنجل بوند ماشي حلو جدا. ديريفاتيف فروم البتروليوم، من البترول ماشي، زي الفيزيكال ناتشرال ديبندد اون ذا نمبر اوف ذا كربون، بتعتمد على عدد الكربون، كل ما النمبر اوف كربون كل ما يزيد كل ما تبقى الحاجه سوليد اكتر، كل ما يقل كل ما تكون الحاجه اقل سوليد، يعني معناها كده انها تبقى ليكويد، اهو بيقول لك الحاجات اللي بتكون اقل من 15 كربون بتبقى ليكويد، طب الحاجات من 15 ل 25 دي سيمي سوليد او سوفت سوليد، يعني سوليد سوفت كده ناعم، يعني مش سوليد قوي مش ريجيد، يعني من 25 ل 40 دي بتبقى سوليد 100%. طيب اول حاجه عندي الليكويد هيدرو كربون، اتفقنا تبقى اقل من كام؟ 15. فور اكزامبل زي الليكويد بارافين، الليكويد بارافين ديت which is also عباره عن كولد مينرال اويل، مينرال اويل هي بالظبط الليكويد بارافين، is usually dependent on the ointment base، بتعتمد جدا على الاوينتمنت بيز. طب ايه السبب في كده؟ عشان هي بتتحكم لك في الفسكوسيتي، بما انها حاجه لزجه كتيره قوي وفاتي اسيد كتير،
معناها كده بتحكم لها في الفيسكوسيتي بتاعت البيز، اللزوجه بتاعت البيز قد ايه، واكت از ليفينج ليفيجيتنج ايجنت فور ذا باودر دراج تو بي ان كومبات ان ذا بيز. يعني ايه؟ يعني بتبقى عباره عن عامل بيساعد في الطحن، بتساعد في طحن الدراج اللي بتكون حجمها كبير. الدراج لو انت عايز تعمل ثيرابيتيكال او عايز تعمل ميديكيت، الدراج اللي حجمها كبير عشان تقدر تعملها تدوبها في البيز اللي عندك. يبقى بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، الليكويد هيدروكربون من 15 اقل من 15 كربونه، دي بتبقى عباره عن ايه؟ اسمها برضه مينرال اويل، عباره عن ايه؟ زي البارافين. دي بتبقى حاجه بتساعد لك في الفيسكاس، بتساعد لك في تكوين اللزوجه معينه اللي انت عايز تظبطها، بتظبط لك اللزوجه. وكمان هي اكت از ليفيكيتنج ايجنت، يعني حاجه ليها علاقه بالطحن، تقليب الحاجات اللي هي الدرايد باودر دراج اللي انت تقدر ايه تقلبها معاه. طيب عندي صورت سوليد هيدروكربون. ايه هي الصورت سوليد هيدروكربون؟ فور اكزامبل السوفت بارافين، دي بقى ايه؟ بتبقى عباره عن ايه؟ يعني الكربون السوليد يعني ايه، بس مش سوليد قوي، مش سوليد ريجيد زي بقى السوفت بارافين. سوفت ايه؟ بارافين دي يعني انت زودت عدد الكربونات، خليتها من 25 ل 40، يعني ايه؟ خليتها من 25، لا قصدي خليتها من 15 ل 25 عشان تبقى ايه في النص كده. which is also برضه ممكن، عارفين الفازلين ملامه ملمسه تقيل كده وغتت شويه وصعب ان يتشال ومش عارف ايه، هو شبه الفازلين. البتروليوم جيلي اللي ده بيكون يلو ان كولر، بيبقى لونها يلو ان كولر. طيب اهي ات مي بي ديكولرايزد، ممكن تكون حاجه ديكولرايزد اللي هي بتبقى ايه بالصلاه على النبي، سولت سوليد هيدروكربون. يعني سوليد هيدروكربون يعني حاجه ما هياش ريجيد قوي 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 ولا حاجه ليكويد خالص، حاجه ما بين البنين، يعني من 15 كربونه ل 25 كربونه. دي بالصلاه على النبي الرسام تبقى دي كولرايزد، ممكن من غير خالص لون خالص، يوزنج سيتشن كيميكال تو برودوس ا وايت برودكت، تستخدم بعض المواد عشان تخليها وايت برودكت كولد، اسمها وايت سوفت بارافين. وايت سوفت بارافين هو ده الوايت سوفت بارافين، ده بيبقى لونه وايت، مش عارفه هنا باين ازرق ليه بس هو بيبقى لونه وايت. اولسو كولد وايت فاسلين او وايت بتريليوم عشان هي نفس المواد، او وايت بتريليوم جيلي، بس هو الشائع اصلا وايت فازلين، عشان انت مش هتروح تقول انا معايا بتريليوم، واحد يقول ده انت مصنعه لي كريم ولا اوينتمنت من بتريليوم، لا مش هاخده، لا طبعا ما ينفعش. ف احنا بنقول الايه وايت فازلين اكتر، او وايت بارافينز سو وايت سوفت بارافين. عندك اليلو بارافين برضه، ده بيبقى على فيه بليشنج ايجنت، يعني حاجات فيها صبغه. بيقول لك الوايت سوفت بارافين از مينلي يوزد ان كوزماتيك بريباريشن ديو تو اتس ايليجنت ابيرنس. لو جيت قلت لك جبت لك حاجه لونها صفراء وحاجه لونها ابيض، هتحب ان انت تستخدم الحاجه اللي لونها ابيض افضل من الحاجه اللي لونها اصفر، لان الحاجه البيضه بتبقى ايه؟ بتبقى اكتر ايليجنت في الابيرنس، يعني حاجه مستساغه اكتر ان انت ايه يعني تستخدمها. ماشي. بالصوت انا بلفظ، بقول لك الوايت سوفت بارافين كانت بي يوزد ان ايه ان فليمد سكن او سوفت موكس، ما ينفعش طبعا، اتفقنا. لو انت عندك مثلا سكن عنده اريتيشن، عندك سكن في الموكس، موكس ممبرين والحاجات ديت، المخاط والحاجات ديت، ما ينفعش تستخدمها في عينك، ما ينفعش تستخدمها في مناخيرك، ما ينفعش تستخدمها في حاجات عندك اريتيشن فيها. ليه؟ لان هي عباره عن ايه بالظبط؟ انا مثلا بيكوز ذير از تريس اوف ذا ديكلرايزد، المواد اللي عندها كده ار فيري اريتنت، المواد اللي انت حاططها عشان تبقى ليها لون والحوارات ديت، ما احنا قلنا بيبقى الاول ما لهاش لون، بعد كده هم حاطين مواد عشان تخليها وايت كولر. طب الحاجات اللي انت حاططها ديت ما بيبقى ليها اريتيشن عاليه جدا، فما ينفعش تستخدمها لي في الموكس والحاجات ديت معاك. بعد كده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام السوليد هيدروكربون، دي بقى الحاجات السوليد اللي هي من 25 ل 40، دي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام دي بتبقى هارد بارافين، صلبه جدا جدا جدا، او اسمها بارافين واكس. يبقى انت عندك سوفت بارافين اللي هي من 15 ل 25، عندك ليكويد بارافين اللي هي من اقل من 15، وعندك سولد او واكس بارافين اللي هي اكتر من ايه من 25 ل 40. دي بتبقى عباره عن مايكرو كريستال واكس، بتبقى هارد بارافين مي بي يلو وايت اكزاكتلي از سوفت بارافين، زي السوفت بارافين وايت او ايه يلو. الهارد بارافين از اوف ستريت تشين، يعني ايه ستريت تشين؟ يعني تبقى ستريت تشين كده مش برانشد، يعني انت لو عندك كربون كربون كربون، لا بالصلاه على النبي كلها ماشيه ستريت، مش ماشيه مثلا ايه ويفي او كده. المايكرو كريستال واكس از ديريفيتيف اوف هارد بارافين ويز برانشد ستين. تمام، عشان تجيب بقى مايكرو كريستال واكس من ال تكونها، تجيب لي الهارد بارافين ديت بدل ما تخليها هي ستريت تشين من الكربون، لا تخليها ايه ويفي 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 او برانشد تشين. برانشد تشين يعني ايه؟ يعني ليها فروع. طيب بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ساتيوريتد هيدروكربون، اللي هي حاجات اول حاجه بنتكلم عليها تبع الاوينتمنت، اللي هي عباره عن ساتيوريتد هيدروكربون او البتروليوم، مشتقات البتروليوم، يوزد از ميكتشر تو كنترول ذا فيسكس، لازم تعمل لي الفيسكس تتحكم لي اوف ذا برودكت بيز اوفيشال ميكتشر، اور ممكن بقى سيمبل اوينتمنت او وايت اوينتمنت. ايه السيمبل اوينتمنت والوايت اوينتمنت دول؟ السيمبل اوينتمنت
اوينتمنت البسيط جدا 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 بنسميه اويل اوينتمنت. سيمبل اوينتمنت هو هو بالظبط اليولو اوينتمنت، اما الوايت اوينتمنت هو اسمه وايت اوينتمنت. طيب ايه بقى التكوين بتاع السيمبل اوينتمنت اللي هو بيبقى لونه يلو؟ بنجيب هارد بارافين 5% ونحط عليه سوفت بارافين 95%. يبقى بتجيب سوفت هارد بارافين، هارد بارافين ماشي مفهوم واحد بيكون لونه يلو في الاول، فانت بتحط 5% وسوفت بارافين 95%. طيب بالنسبه بقى للوايت هارد بارافين، وايت هارد بارافين نفس الكلام، الفقهين ده انت حطيت كلمه بس وايت في الاول، الاثنين عباره عن هارد وسوفت ولنفس الايه النسب عندي. بقول لك هنا السيمبل اوينتمنت از فير مز مور فيسكس ذان السوفت بارافين. يعني ايه؟ يعني السيمبل اوف اوينتمنت اللي هي الحاجات اللي لونها يلو، يولي اوينتمنت اللي هو بيبقى لونه يلو زي هنا زي ما انتم شايفين هنا كده بالصوت على بلف السام، دي بتبقى اكتر فيسكس اكتر لزوجه زان السوفت بارافين اللي هو لونه وايت. طب ايه السبب في كده؟ علشان النمبر بتاعت الكربون ان ذا مولكيول اوف ذيس هارد كربون انكريز ذا مولكيولار ويت انكريز. يعني في الهارد في السوفت في السيمبل اوينتمنت اللي هو بيبقى يولو اوينتمنت بيبقى عندها عدد كربون كتير جدا 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 جدا، فبتزود المولكيولار ويت جدا جدا جدا، فالفيسكس هتزيد عندك جدا جدا جدا. يبقى ان سيمبل اوينتمنت سام اوف سوفت بارافين، بعض السوفت بارافين السوفت بارافين ديت از ريبليسد باي هارد بارافين ويتش از مور فيسكس. يبقى بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك في السيمبل اوينتمنت اللي هو ده ماشي، سيمبل اوينتمنت انت عملت ايه؟ شلت شويه من بدل ما تخليها كلها 100% سوفت بارافين، لا شلت 5% وحطيت منها هارد بارافين، والهارد بارافين ده احنا اتفقنا خلاص بتبقى عباره عن ستريت تشين، احنا بنشيل شويه من السوفت وبنحط شويه من الهارد 5%، وغير كده كمان اللي بيكون عدد الكربون فيها كتير عندي. بقول لك الكاركترستيك بقى بتاعت الاوليو جينيوس سبستانس، موست اوليو جينيوس سبستانس ار لونج تشين اوف استر، عباره عن استر، عباره عن فات ماسكه مع الكحول، احنا عارفين الفات مع الكحول بيديك استر، بيديك ايه في الاخر بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام الاستر. يبقى الاوليو جينيوس اهم حاجه عندي انها عباره عن استر، وده الاستراكشر بتاعي. ذا موست امبورتنت بارت اوف ذيس مولكيول از اويلي سبستانس، اهم جزء عندي هي الاويلي سبستانس طبعا اللي هي عباره عن ايه استر. اول حاجه بيقول لك رقم واحد دي احنا عارفين دي كربوكسيل اسيد، فري كربوكسيليك اسيد اكسبريس از اسيد فاليو. يعني ايه اسيد فاليو؟ دي هتوضح لك كميه الاسيد اللي عندك قد ايه. ما هي انت دلوقتي بالصلاه على السلام بتفاعل اسيد مع الكحول، اسيد مع الكحول بيكون لك استر، طب انت مش عارف كميه الاسيد اللي انت مدخلها قد ايه وكميه الكحول اللي مديها لك قد ايه، فتيجي تشوف عندي في الاكستريم سايد اللي هو الجزء السايد كده في السايد في السايد تشين، يعني في الجزء اللي يعني في الجنب كده، يعني هتلاقي عندك مجموعه كربوكسيليك، دي هتوضح لك كميه الاسيد فاليو، كميه الاسيد انت بتستخدمها قد ايه. بعد كده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام الدبل بوند، الدبل بوند ديت ان ذا لونج تشين اكسبريس ايه بقى؟ الايودين فاليو. يعني ايه كميه الايودين الفاليو؟ يعني ايه؟ يعني كميه الساتوريشن اللي فيها قد ايه؟ تخيل كده الايودين فاليو، يعني انت ضفت هنا ايودين فمعنى كده انت شلت الساتوريشن. طب لو انت جيت حطيت ايودين وما فيش دبل بوند معنى كده مش هيكون، يبقى انت معنى كده المركب بتاعك ساتوريشن، يبقى معنى كده ان مش هيكون عندك دبل بوند خالص. يعني هي كانها بالظبط بتوضح لك الدبل بوند. بعد كده بالصلاه نفسها رقم 3 اللي هي الاستر بوند، دي اكسبريس ذا سابو فينيكيشن فاليو، يعني كميه السابوفيكيشن، يعني انت كميه الكحول مع الايه الاسيد عندك، كميه الكحول مع الاسيد قد ايه. يبقى دي بالصلاه نفسها بتعمل لك سابونيفيكيشن، وهنعرفها يعني ايه دلوقتي قدام باذن الرحمن. واخر حاجه رقم 4 دي اكسبريس الهيدروكسيل فاليو، يعني كميه الكحول اللي عندك قد ايه. ذا موست امبورتنت فاليو ان ذا فارماسيوتيك هي الايه الاسيد فاليو اند الايودين فاليو، دول اهم حاجه عندي تماما. الاسيد فاليو دي احنا اتفقنا انها ايه؟ اللي هي عباره عن النمبر اوف كربوكسيليك اسيد الموجوده عندي، والايجين دي فاليو عباره عن ايه؟ عباره عن الدبل بوند. طب هي ايه الاسيد فاليو؟ بيقول لي الاسيد فاليو دي ذا نمبر اوف ملي جرام، كام ملي جرام؟ كام ملي جرام؟ مش دي اسيد؟ مش الاسيد دي بتتفاعل مع البيز؟ طيب يبقى بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام كام ملي جرام من الصوديوم البوتاسيوم هيدروكسيد؟ البوتاسيوم هيدروكسيد ده عباره عن حاجه بيز، ريكواير تو بي نيوترلايزد، هيعمل لي نيوترلايزيشن زي كام من الفري كربوكسيليك اسيد ان 1 جرام. يعني كمية قد ايه من الملي جرام من البيز ماشي، كمية قد ايه دي هتبقى قد ايه علشان تعمل نيتريشن او نيتراليزيشن او تعمل تفاعل مع 1 جرام من الاسيد، مع 1 جرام من الايه من الاسيد. هاي اسيد فاليو كوزنج اريتيشن، كل ما كميه الاسيد كتير، يعني انت عندك عدد كتير جدا من الاسيد، عندك عدد كربوكسيليك اسيد كتير، معنى كده ان انت عندك اريتيشن عالي. طيب
الايودين فاليو دي عباره عن ايه؟ النمبر اوف جرام، دي بقى النمبر اوف ايه جرام، اما هي دي ملي جرام اوف ايودين ريكواير تو ساتوريشن دبل بوند. انت عايز قد ايه كميه قد ايه من الايودين عشان تعمل لي ساتوريشنز وتشبع لك الدبل بوند اللي موجوده عندك، يعني ان ايه ال 100 جرام من السبستانس بتاعتك كلها. يعني انت خدت 100 جرام من السبستانس حطيت عليها كميه قد ايه من الايودين عشان يحصل لك ساتوريشن. الهاي ايودين فاليو كوزنج ان ستيبل، ليه؟ عشان بيحصل لك اوكسيديشن اند ريسيتي. مش احنا قايلين الريسيتي او عمليه الزغنخه بتاعت الاويل نتيجه انها بتكون ان ساتوريشن، يعني عندك دبل بوند كتير. اه طب لو انا حطيت كميه ايودين كتير بمعنى كده ان عندي دبل بوند كتير، بمعنى كده ان عندي اسيديتي كتير، معنى كده المركب بتاعي ان ستيبل كتير، ومعنى كده المركب بتاعي مش حلو. فانا مش عايز كده. يبقى كل ما الايودين فاليو تقل كل ما يكون افضل، كل ما الاسيد فاليو تقل كل ما يكون ايه افضل عندي. حلو جدا. طيب الصوت انا بلاف ده السلام. السورس اللي بعد كده بالنسبه لي الاوليو جونيوس سبستانس الانيمال فات. ايه الانيمال فات ديت؟ اللي جايه من حيوانات مثلا زي البيج والحاجات دي. The most common completely oleogenous animal fat with very small water content. طبعا water number يعني بتكون فيها كميه الميه قليله جدا لان هي عباره عن فات صرف، انت جايب فات صرف ماشي. عندي زي اللارد كونتين اللي هو البيج ده بالصوت انا بسمع عباره عن 95 من 56% ل 62% من الويت ان ساتوريتد فاتي اسيد. بما انه ان ساتوريتد فاتي اسيد يبقى يكون عنده ايودين فاليو كتيره ولا قليله؟ طبعا ايودين فاليو كتيره ماشي. ليدنج تو ريليتيف هاي ايودين فاليو زي ما احنا لسه قايلين، رينجنج فروم كام لكام؟ من 45 ل 75% اكوردنج تو نيوترال اوف انيمال ايه فود، تبع اكل الحيوان دوت. هي عباره عن ايه؟ فدي حاجه مش لطيفه. الان ساتوريتد فات كونتنت اوف اللارد او البيج ميك ات مور ايه اسيديتي ليبلد، انها تكون عندها عرضه جدا انها تكون اسيديتي زان البتروليوم ديريفيتيف اند ذيس از واي از نوت كومنلي يوزد. فلذلك انت مش حاجه شائعه ان انت تستخدم انيمال فات از حاجه اوينتمنت بيز، عشان كده دي مش حاجه مش لطيفه ما بنستخدمهاش. بنستخدم البتروليوم افضل. ليه؟ لان هي عندها انساتوريتد بالصوت انا بلف ده صوت سام انساتوريتد فاتي اسيد بتكون مور اسيديتي، عرضه انها يكون فيها اسيديتي يعني عندها دبل بوند كتير. اخر نوع عندي في الاوليوجينيوس سبستنس اللي هي السينثيتك بوليمر، الحاجات بقى المصنعه زي ار بوليمر اوف السيليكونز اللي هي عباره عن او سي اتش، زي ار اولسو اسمها سيليكونز او السيليك كينز ماشي سيليكينز ماشي. المهم the most common example of silicones is ال الدايميثيكون، دايميثيكون also اسمها دايميثايل سيليكون. المهم ديت هي عباره عن ايه؟ ده الاكزامبل بتاعي الادفانتج بتاعت الساينثيتك الحاجات المصنعه ديت. انوت زي كاتمين اللي كانت في الاول، انوت بالصوت انا بلف سايم البتروليوم او الاوليج سيلس اصلا عامه بتبقى انوت ماشي، بيكوز ذير تشين ار ساتوريتد، يبقى دي بقى انوت عشان هي ساتوريتد. اما الانيمال فات دي مش انوت. ليه؟ لان هي عندها ان ساتوريتد، عندها هاي ايودين فاليو، اما دي عندها لو ايودين فاليو يبقى دي انوت عشان هي ساتوريتد. سو زي ار ستيبل يبقى ستيبل، يبقى دي حلوه. زي دونت الاو مايكرو اورجانيزم تو بوي جرو، عشان دي حاجات ساينثيتك. المايكرو اورجانيزم ما بتحبش تاكل الحاجات الساينثيتك، بتحب تاكل الحاجات النيوترال الحاجات الطبيعيه، فلذلك هي بتكون افضل حاجه عندي. يعني لو احنا جينا قلنا مين افضل، هتبقى السينثيتك بوليمر اكتر واحده افضل عندي. ليه؟ علشان هي اول حاجه ما بيكونش فيها مايكرو اورجانيزم جروث، بتبقى ستيبل، بتبقى ساتوريتد، وبتبقى بتبقى سيمبل، يعني بتبقى سهله انها تعمل لي كلها ايه ساتوريتد. هنضطر نقف لحد هنا. اتمنى متنسوش من صالح دعواتكم، اللي محتاجه حاجه وما فهمهاش يكتبها لنا تحت في الكومنت. ربنا معانا جميعا يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.